هاي صفا، اهلا اهلا. انت سهل وعليا، الصوت مسموع؟ الصوت تمام؟ اوكي. الصوت ما فماش. اوكي ننظم الصوت لحظة. والآن هل هناك صوت؟ أكدوا لي الصوت باش ندخل معايا امتثال. حلو، صوت تمام. إذا يا أحباب، اليوم أنا قلت لكم عندي مدة أنه مش نستضيف معايا امتثال، مدربة هي دولية وكل في التنمية وتطوير الذات وإلى آخره، وعندها شهيد اخرين ان شاء الله تحكي فيهم من بعد. مش تحكي هكا على تجربتها في التشافي وفي الرحله اللي نعملوا فيها الناس كل التنظيفات والى اخره. فاليوم بتكون حلقه معانا امتثال العامري. اوكي، وان شاء الله يا رب نستنفع جميعا بال مش يطلع من عندها لنا احنا. اوكي، مش يعبر من خلالها، ان شاء الله نستنفع منه جميعا. اوكي. طيب نعملها الريكوست. تمام. كتير أهلا أهلا أهلا. أهلا وسهلا، شو أحوالك؟ الحمد لله، شو أحوالك أنتي؟ الحمد لله، منورة يا سيدي. الله يخليك، بنورك يا ابتسام. هي عايشة مريومة. تعرفين بروحك من هي ابتسام؟ باهي. امتثال، باهي. امتثال مدربة دولية في تطوير الذات وفي الوعي، متحصلة على عدة، على بالطبيعة شهادة دولية في التدريب من المركز الكندي، وعملناها مع بعضنا الشهادة هي اللي جمعتنا. هي الجامعة عرفت على بعضنا أصل يعني. وفيها قصة، هي ماهيش صدفة. وشو آخر؟ ممارسة في الكوتشينج، أنا ممارس متقدم في البرمجة اللغوية العصبية، ممارسة في الطاقة الحيوية، كذلك ممارسة في الأكسس بارز. تحصلت على عدة شهائد في تطوير الذات، معناها من الأول دخلت، تو نحكي لكم كيفاش، معناها حب لتطوير الذات إلى آخره، حتى لين معناها اكتشفت الشغف متاعي، والحمد لله اللي حضرت في عدة دورات وفي تطوير الذات، واخترت مجال التدريب كمسار جديد، معناها مع الوظيفة العمومية. ايه اوكي تمام يا امتثال. ابدي لنا الرحله نتاعك، كيفاش كانت؟ ايش خطوة رحلتي التنمية؟ كيفاش تعديتي للتنظيف؟ شو ولا الاشياء اللي تغيرت؟ شو التقنيات اللي اعتمدت والله فيها؟ بدايتي اديتها بسؤال. بديت اول حاجة نحس في الوضع اللي انا فيه، مش هديك امتثال اللي تحب تكون، معناها عندها طموحات وعندها اهداف والكل، اكيد فما وضعيه معينه خلتني، وقتها انا متزوجه وعندي اطفال وتلهيت في انجاب الاطفال والكل، وكانت عندي بعض الصعوبات والكل، فقررت اني قلت، قعدت نسال، قعدت فيك المخاض، زعما انا جيت للحياه، معناها جوست كان باش نربي صغار وتلهي بالدار وتزوج وإكلك، ليه مش هذاك؟ فهمت، قعدت فيك الدوامه هذيك حتى لين خديت القرار في يوم ما اني نمشي نعمل دورة تدريبية، معناها فهمت. وكان الهدف، انا في بالي قلت نحب انا نتغير، اما كان ديما الهدف متاعي اني نحب نغير مثلا حاجات في زوجي، نحب نغير حاجات في اطفالي، كان هذاك هو الهدف، فهمت. فوالا. لكن وقت اللي دخلت، اول ما دخلت في التنمية الذاتية، اول دبلوم عملته هو البرمجة اللغوية العصبية. البرمجة اللغوية العصبية حسيت عمل لي هكا أكيد. بدي يبربش، خاطر فما برشا، اكتشفت لي احنا فما برشا افكار وبرشا معناها معتقدات كانت خاطئة برشا، وكنت نعتقد انه التغيير راهو لبرا،
فهمت اني انا نحاول اني نغير مثلا زوجي، نحب نغير اصحابي في الخدمه، نحب نغير صغاري، لكن اكتشفت بالحق خاصه في البرمجه اللغويه العصبيه انه التغيير الحقيقي يكون في الداخل. التغيير يكون في الداخل، معناها اكتشفت انه لازمني انا نغير من روحي، كنت نعتقد انا صحيحه، معناها هو راهو نحن صحيح ان نصيب ونخطئ، اما ديما الواحد ديما يقول لي انا صحيح، الطرف الاخر غلط، معناها فهمت. بديت بالبرمجه اللغويه العصبيه، الحق برشا مفاهيم تغيرت وبرشا مفاهيم تبدلت، وبديت رحله تطوير الذات بالحق، معناها بديت نحاول شنو هو التغيير يبدا من الداخل، بديت نبربش معناها شنو معناها التغيير يبدا من الداخل. وفعلا في المرحله الاولانيه الحق بدون وعي، مازلت مانيش واعيه، معناها هاني نتكون وكهو برمجه لغويه العصبيه، وعجبتني الحكايه والحماس معناها هزني وكل شيء، وبديت هكاكا في المرحله الاولانيه تقريبا عديت 2 و3 سنين وانا نجري ورا المعلومات، معلومات معلومات، دورات دورات، حاسيلو غطست فيك المعمعه هذيك. وقت اللي بديت اخترت البي ان ال، معناها كان اول قرار ناخذه اني نحب نكمل في البي ان ال ونكون ممارسه والكل، والحمد لله ما انا قاعده نحقق في الهدف اللي رسمته لحياتي. بديت نكتشف انه الحياه لي مش هذيك، معناها لازم تكون عندك رساله في الحياه، ولازم فهمت. والحمد لله بديت الانطلاقه من غادي، بديت نلوج على شنو هو رسالتي في الحياه، بديت نسال يا ربي شنو هو رسالتي في الحياه، فهمت. وبشويه بشويه بديت في الرحله هذيك، قلت لك من الاول في المرحله الاولانيه قاعده نكتشف في المجال، وقاعده ديما نلوج باش نعبي المعلومات، معلومات معلومات، لكن مانيش قاعده نطبق، ايوه فهمت، مانيش تطبيق. قاعده نطبق ولا التطبيق من الاول، المعلومات مانيش قاعده نطبق. هكا بعد مدة، معناها سنوات، 2 و3 سنين في الكورونا، كلها مرحلة الكورونا الكل وانا نقرا 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 دورات، لكن صحيح فما تغيير على مستوى الذهني وكل شيء، وتغيرت برشا افكاري وتغيرت برشا معتقدات والكل، لكن التغيير الحقيقي اللي بداك، بديت انا نغير في روحي من داخل، بديت نرجع لك الملفات القديمة وبديت نتسائل زاد كيف كيف. والله تعرف تقريبا كل حاجه صارت في حياتي هو، واكتشفت معناها القوانين الكونيه، وانه الكون راهو ما فماش صدفه، والحياه كلها قوانين تسير الكون، وبالتالي في كل مره نطرح سؤال تجيني اجابه، من الاول ما كنتش مركزه الحق عن الاجابه، بعد فهمت اللي بالحق اسال تعطى، وقعدت ان انا بديت في المرحله هذيك والكل. ممتاز جدا، كيفية روعة. حتى لين قلت لك انا بديت نويت نيه في يوم من الايام، معناها صيف عام ناول تقريبا، بديت باش نبدا نشتغل على الداخل بالحق بالحق. سبحان الله معناها تعرفت عليك انت في الدوره مع في انتي دوره قلتي لي، انتي قطع حكيتي لي، قلتي لي راهي الدورة هذه، يعني هي صحيح مهمة دورة تدريب مدربين، ما قلتي فما حاجة صارت فيها؟ مختلفة. أنا دورة تدريب المدربين معناها كنت باش نعملها 3 سنين التالي، معناها على الدات هذيك، فهمت، كل في مرة بين تصير حكاية حاجة كنت باش نعملها كيفك وفي سوسة. في سوسة، كل مرة تصير حكاية، كنت باش نعملها في الحمامات، كنت باش نعملها، حاسة كل مرة تجي لي ما نلقاش كون يشد لي صغاري، خاطر 10 أيام معناها المدة طويلة وقت قبل الكورونا والكل، الى ان معناها وزاد حضوري لدورة تدريب المدربين، خاطر انا عملت عند مدربين اخرين، اما عند دكتور عادل النمري اللي كان له بصمة كبيرة في حياتي، انا واحدة من الناس ديت معاه في رحلة التغيير، معناها كانت الحضور ينهارتها بزادة صدفة، ما نقولوش صدفة احنا، اما صارت لي حكاية، ما مانيش مقررة تماما باش نحضر راهو، لكن اللي صار الحكاية سبحان الله، وحضرت وتعرفت على مريوم. الله يخليك. ايوه، شو تعلمتي من والارواح مريوم؟ التنظيف العميق. التطبيق العميق. وقتها تعرفت على مريم بالحق، وحسيت مريم فك اللحظة إحساسي معناها الداخلي هي اللي خلاني نحضر في دورة تدريب المدربين باش نتعرف على مريم. والله ديجا قلته لك مريم الكلام هذا. صحيح. والحمد لله. الحمد لله. فوالا بديت عاد في رحلة التنظيف الداخلي معاك مريومة، مع حضرت في دورة الاستغفار، ودورة الاستغفار كانت نقلة بالنسبة لي أنا بالحق،
الحق، فهمت معناها، بديت نفهم شنو معناها تنظيف وشنو هو استغفار وشنو هو خروج السلب وشنو بديتك الغمار الحكايه والكل. فوالا ديما عاد احنا بصفه عامه معناها، وهذا حتى قريته في البي ان ال وكل شيء، مهم انه نغيروا انفسنا، معناها التغيير الحقيقي راهو يبدا من داخل. نبداو اولا في مراجعه افكارنا والمعتقدات اللي تبنيناها واحنا صغار ومانيش واعيين بها. بالحق مهم على الاخر باش نرجعوا لك لمرحله الطفوله اللي صارت فيها حاجات، فما شكون يتذكر المرحله هذيك وفما شكون ما يتذكرش. صحيح انا نحكي على روحي، المرحله بتاع الطفوله كنت نلعب وشيخ الحق، ما كانتش صعيبه معناها برشا، وما صارتش فيها صدمات قويه، اما نقول بالكش فما حاجات صاروا على خاطر راهو اللاواعي حاجه، ولو كان حاجه بسيطه انا ما نعطيه اهميه تنجم هي تمس حاجه في ذاتي معناها وتتخزن وانا مانيش فايقه بها. وكيف نلقاو صعوبات معناها كيف نكبروا كل شيء ونلقاو صعوبات، نقولوا منين جات الصعوبات هذه، وهو السبب الرئيسي هي البرمجه السلبية اللي تلقيناها منذ الطفولة، سواء كان أفكار تبنيناها كانت غالطة هي أثرت على مشاعرنا، سواء كلام خايب سمعناه وإحنا صغار، سواء كان مع الأم معناها قالته بدون وعي، أو في المدرسة ولا مع الصحاب ولا الكل، الكلمات هذوكم اللي نحنا قبل ما كناش نعطيوها أهمية، لكن بالحق الكلمات هذوكم والأفكار اللي خديناها مسلمة والكل هي السبب الحقيقي في معناها في وجود معيقات ما تخليناش نتطوروا في حياتنا. صحيح، نعم 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 جدا زيد، فهمت؟ خاصة إذا كان فما أفكار تخلي تسيطر على مشاعرنا. هي الأفكار كما تعرف مريومة هي كلها طاقة وكلها ذبذبات، معناها هي أفكار نرسلها للكون، ما نفكر فيه بطبيعة باش نحصل عليه، إذا ما كناش نعرفوها قبل معناها كنا نفكر أكثرية أفكارنا كلها سلبية. لكن في المرحلة الأولى بديت نوعى بأفكاري، ساعة أنا شنو نقول لروحي وشنو الكلام اللي نخرج فيه، وبديت نفهم من الأفكار هذيك الكلام اللي نقول فيه الروحي راهو هذاك يأثر على حياتي. معناها هذه نقطة مهمة على الآخر، ننتبه معناها شنو نقول لأنفسنا وشنو الافكار اللي تدور في معناها في اذهاننا كل يوم. والافكار هي راهي تاثر برشا برشا على المشاعر، والمشاعر الطاقه نتاعها اقوى، انا اضعاف مضاعفه طاقتها قويه على الاخر، لانه المشاعر هي طاقه، والكون كما تعرف الكل هذا ذبذبات والكل. بعد من هنا بديت نفهم كل شيء، ومعك انت مريومه تعرفت على تقنيه الاستغفار بالقلب، وبديت رحلة التنظيف معناها بديت أو ما كنتش نعرفش معناها تزكية النفس، حتى سمعتها ما ركزتش فيها الحق متاع رب، مع كنت بديت نفهم المست معناها، بديت نفهم شنو معناها تزكية النفس، فهمت؟ وبديت رجعت للملفات معناها، فما برا حاجات مقلقتني والكل، وبديت نخدم على الملفات هذوكم، والله والحمد لله معناها لقيت تغيير كبير ولقيت تطور كبير، معناها فما حاجات كنت عندي فيها صعوبات وتجاوزتها، وفما حاجات تغيرت تماما معناها بالحق تغيرت برشا برشا. شو عندك سؤال؟ والله انا معناها مستمتع بتحكي فيه كل، فهمتي رحلتك محلاها يعني منظمه، بديتي حتى انا من الاول بديت بالمعلومات، نبحث على المعلومات فهمتي، وبعد بالتدريج دخل في التنظيف فهمتي، خاطر المعلومات وحدها دون تطبيق راهي ما تعمل حتى شيء. انا نجم نقول انها كي يكون الشخص ممتلئ كثيرا بالسلب تعمل له كل اثقال، يحس روحه يعني يقول انا عندي معلومات، طب علاش حياتي مشي كما انا نحب عليها، و و و صحيح. فهو لهنا انت مشيتي يعني بالمعلومات، من بعد المعلومات كي تدخلي في التنظيف وتفهمي كل شيء يبدا يتنظم، اوكي، وتبدي تشتغلي على الداخل كل شيء يبدا يتنظم. صحيح والله صحيح. انا راني كيف بديت بالبيانات، فهمت؟ سامحني فما تليفون،
انا بديت بالبيانيل، وفي نفس الوقت وقتها جتني فرصه دخلت المجال الطاقه الحيويه والكل. صحيح البيانيل غير لي برشا افكار وكل شيء، كنت نسمع صحيح نقرا في شعارات ونقفه ونقرا راهي الافكار تاثر، راهي الافكار كلها ذبذبات، لكن كيف دخلت في مجال الطاقه وجربت التقنيات معناها بالكدا اكتشفت بالحق انه معناها راهم فماش حتى حاجه للصدفه، وراهو كلنا طاقه وكلنا متصلين معناها ببعضنا، لان احنا كلنا من روح واحدة والكلنا في اتصال، ما نفهميش الكلنا مع بعضنا متصلين. بديت نفهم معناها الطاقة والذبذبات وكيفاش احنا متصلين، بديت ندرك بطريقة أخرى، خاطر في كل مرحلة، في مرحلة التغيير وكل شيء، كل مرة الإدراك متاعك يزيد يتغير في كل مرحلة، ما في التطور في الوعي كل مرة تحس فما انفتاح، تحس فما وعي كل مرة يمشي ويزيد، فهمت؟ فوالا. وبديت فانت مع بنتي قدمتي في الرحلة التزكية. الاستغفار، اول تقنية عملتيها للتنظيف هو الاستغفار. اي صوت ما عادش نسمع وبعد بالباهي، في بالي انا نسمع فيك تمام. اوكي لما وجاني تليفون ضعف الصوت. اوكي الصوت عندي مريقل، ما نعرفش عندك. باهي باهي، خلينا طبي نجرب نحط، اوكي ما عادش نسمع بالباهي. باهي. تحبي نعلق معناها تخرجي من اللايف، تخرجي من اللايف وارجعي ربما. اتس اوكي ونعود نرجعوا هكيك أخيرا. اي، ما غير نعلق انا، انت تعملي تخرجي انت وترجعي وانا اللايف يبقى موجود راه. أوكي فهمتيني؟ حبيبتي، يلا نخرج ونرجع. ربما باي خير. اي باي. تمام. أهلا بالجميع الحاضرين معنا كل، وعليكم السلام. بعد نشوف الأسماء يعني طريق الوعي، يعني طريق الوعي لازم نمر بكل هذه المراحل من التشتت والبحث عن المعلومات، لأن كل ما تقولينه مريت به. نعم فاطمة تحكي، يعني فعلا المرحلة الأولى نبدو مش فاهمين معناه، يعني خصوصي كي تسمع فكرة إنه أفكارك تؤثر على الخلق الواقع، تقول شنو هو هذا، كيفاش أفكاري تأثر، معناها حتى حد ما أعطانا المعلومة هذه إطلاقا يعني. فلهنا تبدأ تبحث عن المعلومات باش تزيد تثقف روحك وتزيد تطور من الوعي متاعك إلى آخره. فالمرحلة الأولى تكون مرحلة تشتت، أنه أنت عندك المعلومات الكافية، توصل تجمع كثير من المعلومات، لكن في العمق العمق تحس روحك تاعب، عندك مشاكل ما تحلتش، عندك معاناة ما فيهاش حل معناها. فوقتها تبدأ تطرح السؤال، يعني لماذا يا الله ها وعندي المعلومات أو كذا، فتبدأ تظهر لك يعني الإجابات من خلال أشخاص يقولوا لك على التنظيف، يقولوا لك على التنظيف العميق جدا، يعني الجسد المشاعري يتم الاشتغال عليه بشكل كبير، والذكريات المؤلمة الشديدة، يعني يسموها صدمات، أنا ما بحبش أسميها يعني صدمات، خاطر الصدمات راهي مش بمعنى حاجة كبيرة، كلمة سلبية واحدة فقط، يعني مثلا طفل يتم الصراخ عليه بصوت مرتفع عنده هو تتقيد في اللاوعي صدمة، الصدمة راهي كل ألم تعرضنا ليه يعتبر صدمة، لكنها تتفاوت الدرجات متاعها، يعني كمية المشاعر متاعها تكون من مثلا 1% 2% إلى أن تكون صدمة كبيرة مشاعرها قوية جدا. فهي الصدمة هي الآلام التي مررنا بها طيلة الحياة متاعنا، الآلام هذه كلها تتخزن 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 وتشكل الشخصية متاعنا وتشكل الفكر متاعنا على الواقع. فلهنا خلاص الواقع متاعك يتشكل من طفولة وانت ماشي، معناها يعني أي معلومة تأخذها عن المال إلى آخره كلها تشكل الواقع متاعك. فهمتوني؟ نستضيف امتثال مرة أخرى. فمهم ننتبهوا لخطورة الفكر السلبي اللي قاعدين نرسلوا فيه لأرواحنا ولغيرنا. أوكي، وأهمية التنظيف. أوكي أيوة تمام. امتثال، الصوت رجع. تبع تو نسمع فيك، اي نسمع فيك. إذن التقنيات اللي بديتي بيهم الاستغفار القلبي، ومن بعد شو ما التقنيات اللي عملتيها؟ والله قعدت نتبع في الفيديو نتاعك، الحق نتاع ربي، راه استفدت برشا، بديت نفهم شو معناها التزكية وتزكية النفس والروح، وهكا بديت دخلت الحق في المجال هذاك، وجربت الاستغفار، وجربت زادة طريقة سيدونا، فهمت؟ بديت بتنظيف المشاعر، بديت الملف نكتب معناها ورقة وستيلو، راهو التنظيف يلزمو يكون تركيز معناها،
باش نخرجك المعتقدات، خاطر باش تخرج المعتقدات يلزمك ديما تسأل روحك وتطرح السؤال، تخلي اللاوعي يبدا يجبد لك بشويه بشويه. جيت ورقه وستيلو، اي معتقد يجيني نمشي نبدا نقايد، دقيقه نقايد، وجيت نخدم بشويه بشويه على المشاعر وكل شيء، المشاعر نتاع الغضب، مشاعر نتاع مثلا عدم تقدير الذات، ولا في الطفوله شنو صدمات الطفوله، فهمت؟ بديت هكاك، بديت نخدم في التنظيف بالاستغفار وبطريقه سيدونا. هذوما زوز حاجات اللي بديت نخدم بهم كل شيء. كي بديتي تشتغلي على الموضوع، انا عندي موضوع بالموضوع ولا حليتي كل المواضيع مع بعض؟ دي نقطه مهمه. لا ما حليتش كل مع بعض، كل مره الحق ما هو في بد، كي بديت كي تبدا التنظيف راهو باش تجيك برشا مشتتات وبرشا معرقلات، وعندك اللاواعي كما نعرفوا يبدا يلوج لك في الاعذار باش كي تبدا حاجه وتقص. ساعات نكلمك مريم نقول لك راهم برشا ملفات خرجوا لي مع بعضهم، راني مش عارفه مش نبدا، تقول لي انت عاود اسال السؤال، واكثر حاجه معناها انت فيها متقلقه ابدا بها هي، فهمت؟ فوالا، وهكاك من الاول يخرجوا لك برشا ملفات، فهمت؟ ويبدا يخرج السلب، معناها كل واحد بطريقته، تجيك وجيع في الكتاف في المعده والكل، لكن يلزمك تكون واعيه كما انت قلت لنا انه اي حاجه قاعد تخرج على السطح راهي من اعراض التنظيف، فهمت؟ بديت نفهم، معناها ساعات نحس روحي تاعبه، ساعات قعدت تقريبا 3 شهور انا ورا بعضهم مركزه على الاستغفار، معناها حتى قصيت الدورات، قصيت التكوين، وقعدت مركزه على روحي، معناها وحتى الان راني ننظف، خديتها كمنهج معناها، فهمت؟ اما نحكي على تقنيه الاستغفار، من الاول كنت مركزه الحق، ومن بعد نطرح في السؤال ديما نرجع لمريومه وللتحرك بالله، نسال نقول يا ربي انا هي، خاطر انا ما نحبش برشا الكتيبه ونعمل ونرجع ونبدا ونقص، ساعات نبدا نقص ونقول يبدا ضميري يأنب فيا وكل شيء، نقول يا شبيني ما كملتش، بيني ما شديتش صحيح وكل شيء. نبدا نسال يا ربي انا هي التقنيه المناسبه لي، معناها ننظف بها بكل سهوله ويسر. بالضبط. فوالا، بديت نسأل فهمت، حتى لين في وين ننظف وكل شيء، جاتني دورة الأكسس. الأكسس بارك، فما شوية حس من عاش عندي ولا عندي؟ والله ما نعرف، أنا عندي كله تمام، ما عنديش معناها نسمع في التليفون حاجة تتكرر، مش عارف اي فما بارازيت ولا حاجه. ما كانش موجود من بكري توا ولا موجود؟ الصوت عندكم واضح. رفض الحواجز، احنا في الـ في الـ في الـ في الاكسس بارز يقول لك حفظ حفظ الحواجز، على خاطر فما احيانا فما حواجز طاقيه، حواجز سواء كان اللاواعي فما مقاومة، فما حواجز ديما نحاولوا ننزلوا الحواجز نتاعنا، على خاطر راهي المقاومة هي سلاح اللاواعي باش يخليك ما تكملش، معناها تبدا وما تكملش. لكن انا اللايف ما نجمش نخرج منه جملة، خاطر كان نخرج يذاع علينا الحكينا الكل، فهمتي؟ فهو ان شاء الله يكون تمام، لو انه فما تكرار صحيح كما قلت. نجم نسألوهم صوت واضح ولا؟ اوكي سامعين؟ اما تشويش ولا سامعينه؟ سامعينه باهي. امتثال، سامحيني مره اخرى، اخرجي وارجعي مره اخرى، ما نجيش نعلق. امتثال يلا، ما غير ما تعلق انت نخرج انا ونرجع باهي، كمل انت في الموضوع. اوكي نعم. فما سؤال لهنا، صدقتي فعلا تعبت وعندي معلومات كثيره، الا اني الى ان حطك ربي في طريقي لتدليني على التنظيفات بطريقتك. جميل يا فاطمة، خاطر بالنسبة لي أنا في أول ما بديت في الوعي وفي التنمية وكل المعلومات وحدها ما عملت لي شيء، يعني العام الأول العام الأول يعني من 2012 كامل تقريبا عديت معلومات فقط، ما عملت لي حتى شيء، وأنا وقتها مريضة وعندي معاناة جسدية وإلى آخره. فوقت اللي دخلت يعني في التنظيف فعلا أصبحت أرى في النتائج والتشافي، تم تشافي على المرض وأشياء كثيرة. فهو الحكاية الكل فك العمق، العمق الدخلاني متاعنا اللي ما هوش مشفي، يعني كمية الغضب اللي عدنا على الآخرين، كمية الكره اللي عدنا لبعض الأشخاص إلى آخره، هذاك الكل يشكل الأمراض ويشكل الضغوط النفسية والتوتر وإلى آخره.
فمن من الجميل ومن المهم انه احنا نحرر رواحنا. اوكي، نقبل امتثال. تمام. اوكي. سليمة. عدنا والعود احمد. اوكي، اذا ظهرت لك تقنية الاكسس بارز، حدثينا ظهرت لي عنها. تقنية الاكسس بارز والله، ودخولي زاد خاطر انا طرحت سؤال، راه قعدت نطرح في الاسئله يا ربي، وتعلمت منك زاد ديما اسال يا ربي، معناها انا هو المعلم الحقيقي المناسب لي. انا أي كيف سالت السؤال هذاك في مرحله ما ظهرت لي انت، معناها انا ما كنتش نعرفك قبل تدريب المدربين، ما كنتش نعرفك، اما وقت اللي عرفتك والكل وتفرجت في اللايف نتاعك نتاع المعلم المزيف والمعلم الحقيقي، قعدت نسال، فهمت، سالت السؤال وفعلا ظهرت لي انت في اللحظه هذيك، ديما وليت خديت قرار باش نبدا نتفرج في الفيديو نتاعك وكل شيء ونبدا نسمع، فهمت، باش نسمع في الفيديو ونطبق ونشوف التجربه اللي عشتها وكل شيء. عاد قلنا نحن في مرحلة التنظيف، راهو اللاواعي هذا باش نحكي من الكوتي نتاع قيامين، معناها فما تشويش مش مشكل، مش مشكل. ده نحكي من الكوتي نتاع القيامين اللاواعي، كسول جدا، بخيل، فهمت، ماذا بك ما تعطيش انت فين كي تحطي لي كوترات زعما صوت، وانت حاطه الكوترات ولا لا؟ مانيش حاطة، جربي ترى مش نقلب لي كوتور ترسلي نقلب خاطر دي صارم طلع في الدار، حاطه صوتك. شكرا يا امال. اوكي، يظهر لي فما زاد هكا سيبا تمام، مريقل، تمام، نحس فيه تمام. اما كيفاش باش تعمل التليفون؟ اش نحاول كيفاش نركحو هكا بطريقه تلفا الصون وخفض الحواجز، وخفض الحواجز. والله نكملوه اموره تمام. اي 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 عم شيرك. اوكي يلا، ميساش نجم نتحطوا في نفس الوقت، انا نحاول نركح. فهو كنت تحكي على اللاواعي والى اخره، كيفاش يقاوم وكيفاش وكيفاش. نحاول نشدوا في يدي. هاي فهمت، عاد اللاواعي استراتيجية، أم هو الهدف نتاعو انه يحمينا، اللاواعي هكا ولا شو يعمل هو؟ فوالا كي تعطي له حاجة جديدة مش متعود بها يبدا يصوف، فهمت، ما يبدا يجيب لك الأعذار، يعمل لك مقاومة، وانت ماكش فاهمة، تقول انا بديت ونافحة وراني عملت عندي جمعة وانا نخدم، ولا عندي شهر وانا نخدم، وفجأة تحس روحك طاقتك نزلت وما عادش تحب تكمل وكل شيء، هذيك راهو عادي. من كي تبدا انت واعي اللي انه اللاواعي هذيك استراتيجيه، استراتيجيه اللاواعي تبدا تنظف وانت فايقه، مش كيما ساعات معناها بدون وعي، فما فرق ما بين انت واعي وماكش واعي، فهمت، لهنا انا واعيه بيه، ولكن ساعات نكلمك نقول لك يا مريم راني قصيت ولا راني كذا، فهمت، تقول لي الامتثال كمل وكل شيء. فوالا لهنا لازمنا المرحله هذه، راهي مهمه على الاخر في اي حاجه نبداوها جديده، في كي نحبوا نغيروا حاجه انا في طريق التغيير ولا في طريق الوعي، راهو اللاواعي يعمل المستحيل في البدايه، انه يعمل لك تشتيت، معناه يشتت الجهود نتاعك والكل، على خاطر هو الهدف نتاعو انه يحمينا اكاهو، وليه بالجسد وكل شيء يقول لك هذايا حاجه جديده باش نعملها، وانا ما عنديش، عندي حاجات ما اهم معناها بالنسبه لي هو، فبالتالي يقعد كالتسويف التسويح، لهنا لازمنا نشدو صحيح ونواصلو في التنظيف، معناها المرحلة باش تكون فيها تنظيفات، باش فما سلب باش يخرج، فما طاقة سلبية قاعدة تخرج من الجسد، تخيل واحد قداش عمره مثلا، ما نعرفش انا 30 سنة 40 سنة 50 سنة، اللي هو كل واحد والعمر هذيك الكل وكلها برمجة وكله سلب مخزن في الجسد، يعني كلها طاقة، طاقة سواء كانت طاقة أفكار ولا طاقة مشاعر ومعتقدات وألم وخوف وغضب، كلهم مخزنين في الجسد، باش يخرجوا يتطلب
برشا مجهود، يطلب مجهود باش نجمو نتحروا معناها من الوضعيه هذيك. الرحله من السهل الممتنع، يعني السهل انه التقنيه عندك نجمي تبقاها، الممتنع شوي اكل المشاعر وقت اللي تبدا تظهر عليك اكل الاعراض نتاع الام الاكتاف مثلا، الناس اللي مثقله الواحد بالمسؤوليات، الناس اللي عندها امراض تظهر عليها اوجاع كبيره جدا في المناطق المريضه، يعني اللي هي سلسله كامله نتاع الاعراض اللي حكيت عليها. خاطر اللي ما يفهمش السيكولوجيه انا نقول نتاع التنظيف، يعني كيفاش يخرج السلب، راهو يعمل بلوك لروحه، ما يكملش، ما ينجمش يكمل، ويعمل بلوك للتنظيف في حد ذاته، فهو في عوض ما يركز على التنظيف في حد ذاته يصبح يركز على الاعراض نتاع خروج السلب ويرفضها ويقاومها، يبقى فما ما يقدمش وينجم يتخلى عن الرحله جمله. يعني باول ما اول حاجه في رحله التنظيف والتغيير وكل شيء، القبول، لازمنا نقبلوا نقبلوا كل شيء، مشاعرنا ونقبلوا الالم، لانه اغلب معناها الحاجات اللي خليونا نتغيروا، معناها لذتنا للتغيير راهو الالم غالبا، معناها في اغلب الاحيان قليل، وان تلقى واحد لابس عليه وقرر باش يمشي يعمل تطوير ذات ويعمل كل، الاغلبيه اللي مشاو كلهم يبحثوا كيفاش باش يلقاو حل لوضعيه معينه، سواء كان مرض، سواء كان معناها وضعية في العائلة، سواء كان علاقة بين الأم مثلا وبنتها، ولا الأم والأب والبنت، وإلا علاقة زوجية، اللي هو كل واحد شنو معناها الوضعية اللي عنده ولا التحدي اللي عنده اللي يخليه يبحث وكل شيء. معناها في البداية نعرفوا إنه اللي لزنا للتغيير وراه أكيد كما نقول أنا، هي روحنا، الروح متاعنا هي محتاجة إنها تتغير، محتاجه انها ترتقي. فمثلا احنا مانيش فاهمين في البدايه، لكن كي بدينا نعرف كل شيء انه الروح هي تحب ترتقي، لكن كما نقولوا الرساله اللي تبعثها لك باش انت ترتقي، تبعث لك الم ولا مرض ولا وضعيه معينه باش انت تولي تبحث عن الحقيقه. اوكي حبيبتي، وبالتالي هناك تبدا تنظف، تبدا تحس روحك خفيت من كل شيء، حتى الوزن نتاعك يخف. انا واحده من الناس والله مانيش نعمل في ريجيم، والله العظيم مانيش نعمل في ريجيم بالكل، معناها انا غيرت النظام معناها الغذائي نتاعي، اما ناكل عادي، فهمت؟ ديك اللي يشوفني يقول لي انت تلش بيك ماشيه وتصغار وماشيه وتضعف، فهمت؟ وانا قد والله ريت قد عليها، بس تغيير للجسد مش نورمال، تغيير للجسد تحس روحك خفيت، معناها ريت احيانا الوزن الزائد اللي موجود في الجسم الكل سلب، معناه كيف انت تخف وتنظف وزنك يخف. بالضبط، والله هذه لاحظتها انا، كلامك صحيح، كلامك صحيح. اي وحتى الاثقال مرزنتنا، فهمتي؟ فوالا فوالا، وزيد حتى في الشكل تحس روحك ماشي وتصغار، معناها يقول لك والله العظيم انا واحده من الناس هذوما اللي الميساج اللي قاعدين يوصلوا لي، فهمت؟ لكن اغلبيه العباد ما يعرفوش التغيير اللي قاعد يصير لي، معناها داخليا، فهمت؟ ينجم يشوف لك الظاهر لكن ما يعرفش شنو، خاطر هي التجربه الداخليه اللي تعيشها. انا واحده من الناس نعيش فيها وحدي، التغيير الداخلي قاعده نعيش فيه، نحس فيه في داخلي انا السعاده نحس فيها من داخلي، معناها خاطر قبل كنا ديما نلوجوا على السعاده لبرا، ونلوجوا معناها باش كل شيء نلوجوا عليه في الخارج، لكن بالحق السعادة الحقيقية كيف تبدا تكتشف روحك من داخل، كي ترجع الاتصال للداخل، قد ما نرجع نتصلوا بذواتنا ونكتشفوا معناها انه راهو الخارج هو انعكاس للداخل، بالحق راه حياتك تتغير 180 درجة، بالحق تبدا واعي معناها. نعم نعم نعم. معناها سعيدة جدا بكل ما فيه صدقا، يعني اي انسان لمس التغيير واشتغل على ذاته بعمق، انا نفرح له فرحه ما يعلمها كان ربي. والله انا في داخلي سعيده، ما تتصورش قديش، ريت قبل ديما نلوجوا على السعاده لبرا، ونلوجوا الحب باش ناخذوه من الاخرين، ونلوجوا كل شيء لوجوا فيه لبرا، وقت يصير كونيكسيون بينك وبين روحك من داخل، انا سعيد يا سيدي، انا سعيد مهما كانت الظروف الموجوده لبرا باهيه ولا خايبه، خاطر هي رحلة التطور هكاك، راهو باش يجي تحديات في الحياة، ماهيش باش تقف معناها تحديات بجملة، ديما فما تحديات جديدة باش تخلينا نزيد نتطور ونرتقي، هو التحديات موجودة علاش؟ للتطور. بالضبط، هو الفهم اللي يخلي الإنسان مرتاح، راهو امتثال، فما ناس ماشي فاهمة تحكي فيه، فهمتي؟ اللي أنا حكيت عليه لين ما عادش نجم معناها، فهو مهم تفهم
انه راهو مش انت الغايه نتاعك في التنظيفات انه انا نوصل ما عندي حتى تحدي في حياتي. لما كيفاه الحياه، تخيلوا انتم الحياه كانها لعبه، حطوا فيها لعبه مثلا مدينه ملاهي فيها لعبه واحده فقط تمل، مش تلعب فيها المره الاولى زي تمل. فالحياه فيها كثير من اللعب، فالتحديات هذيك الالعاب كل مره لعبه تشعرنا بالشغف، واحده تشعرنا بشويه خوف، واحده تشعرنا كذا، واحنا نشتغل على ذاتنا ونتطور ونتطور الى اخره. فعلا فعلا، واهم حاجه نبدا واعيه، نعرف انه البروسيس هذا نتاع التغيير راهو يتعدى بالمراحل هذيا الكل. انا كي نعرف المراحل نتاع التغيير نتقبل انا الوضعيه اللي انا فيها، فهمت؟ مرحله المقاومه، مرحله الرفض. ساعات كي تبدا انت بشيء تصير لك شونجمون تلقى حتى رفض، ابار انه رفض داخلي قلنا اللاواعي يبدا يقاوم، فما رفض خارجي زاد. اما العباد من الاول تقول لك فيش تعمل، ما يقبلوش العباد التغيير بسهوله. راه التغيير يتطلب مجهود، يتطلب وقت، ومن بعد كيف يشوفوا التغيير الخارجي يبدا يظهر، خاطر انت كي تنظف الداخل يبدا يظهر في الخارج. كما قلنا توا بدينا ننظفوا في الداخل، بتحس شكلك يتبدا يتغير، تحس روحك خطيت، العباد يبداو يلاحظوا يقول لك يا والله تغيرت، شنو قاعده تعمل يا اخي؟ فهمت؟ تعمل شيري. انا كل يوم هذا تعرف شيري جيب يا اخي. اللي يحبوا يتعلموا منك في الاول يكونوا رافضين ويهاجموا مثلا، بعد يقول لك علمني اعطيني ايش عملت وريني فهمني. معناها مرحلة الرفض هذيك راهي يمروا بها الناس الكل، يمروا بها الناس باش يرفضوا. معناها فما شكون باش يرفض البرة، معناها باش يبدا يرفض يقول لك اش تعمل، ولا فلوسك وين تحط فيها، ولا علاش، فهمت؟ لأنه يعرف ما يعرفوش قيمة حب الذات. وقت تولي تحب ذاتك بالحق ما عادش حتى حاجة معناها تقولها ياثر فيا، كل شيء معناها تعمله لروحك وانت سعيد. انا كي نبدا نحط فلوس في فورماسيون نبدا فرحانه، سعاده لا توصف. اقسم بالله نبدا فرحانه على الاخر، خاطر نحس كي خاطر الارتقاء كي تبدا تحس فيه بشويه بشويه وتحس فما تغيير تفرح، تولي تهون على روحك كل شيء. والحب الذات الحقيقي انك تقول انا استحق كل شيء، اذا كان فما حاجه تستحق راهو انا مش حتى حاجة أخرى، فهمت؟ لأنه قد ما احنا نعليه استحقاقنا قد ما الأشياء في الخارج الكل تتحسن، فهمت؟ هي خاطر نحنا كما قلنا كلها ذبذبات والكلها طاقة، فهمت؟ على هذيك ديما نشتغلوا على مستوى الأفكار وعلى مستوى المشاعر، خاصة راهو عندنا برشا أفكار مش واعيين به. ورقة وستيلو نبدأ، أنا عندي مشكلة مثلاً ما في وزن الزائد مثلا، ولا عندي مشكله مع زوجي، ولا عندي مشكله في الخدمه، ولا عندي مهما كانت المشكله، نراجع انا شنو افكاري وشنو اعتقاداتي تجاه الحاجه هذيك. راهم اكبر معيق هو هما المعتقدات، يعني نحن كنا مانيش فايقين بها، فهمت؟ نبدا نرجع نشوف انا فيش نفكر. كان نشوف ونرجعوا لافكارنا ومعتقداتنا نلقاوها اغلبيتها افكار ومعتقدات معيقه تعيقنا باش نتطوروا باش نتقدموا، فهمت؟ نسميها افكار ومعتقدات كارثيه. كارثيه تعمل مشاكل كبيره وتعمل معاناه. معناها في البرمجه اللغويه العصبيه نسميوها معتقدات المعيقه، لانها بالحق تعيقنا، تعيق تطورنا، تعيق وصولنا للحقيقة، وتعيقنا باش نكتشفوا ذواتنا وباش نرجعوا لذواتنا، لأنه التغيير الحقيقي راهو يبدأ في داخلنا. إذا كان نحب الخارج يتغير راهو غير الداخل نتاعك. أنا واحدة من الناس توا من بديت رحلة التزكية وكل شيء، أي الهدف اللي في مخي نخدم كان على المستوى الروحي، هما الآخرين موجودين راهو معناها نخدم عليهم مش ما نخدمش، أما مركزة تركيز قوي على المستوى الروحي، لأنه إذا كان أنت خدمت على المستوى الروحي الباقي الكل يجيك. بالضبط. تصير لك فتوحات وتصير لك تجليات ما تتصورهاش في بالك، على خاطر أنت بديت تنظف، بديت تنقي في داخلك، فهمت؟ قد ما احنا ننظفوا الداخل نتاعنا سواء كان طاقة مخزنة ولا أفكار والكل، باش نحيوك الحواجز اللي حطيناها سواء كان بوعي من بوعي معناها والا بدون وعي، تلقيناها سواء احنا قلناها لانفسنا ولا تلقيناها من العائله ومن الانتوغاج ومن الناس الكل، فهمت؟ وقت نبدا وننظفوا فك الحجب كما تقول بريومه والرال على القلوب، يبدا القلب
قد ما احنا ننظفوا قد ما الفتوحات تتجلى، قد ما النعم معناها بالحق، قد ما تصير لك حاجات تقولوا احنا من الاول كنا نقولوا صدفة، لكن ما فماش صدفة، تصير لك تجليات على خاطر انت بديت تشتغل على روحك وبديت تسأل في أسئلة. ما تولي السؤال أسئلتنا ما عادش نسأل وهكاك ونصيب وكل مانيش فاهمة معناها وما نتبعش الإشارات، راهو نسأل السؤال صحيح ما نتعلقوش بالنتيجة، معناها أنا نسأل ونخلي الكون يجيب، ولا ربي سبحانه وتعالى كما قال وآتاكم من كل ما سألتموه، معناها نسأله وما نخليوش معناها طاقة تعلق، ما نتعلقوش بالنتيجة، لكن نسمحوا لاستقبال الإشارات، فما إشارات كونية تجينا وإحنا مش واعيين، معناها توا نسأل السؤال ونقعد واعية ولا مدركة شنو الحاجات اللي باش تجيني بدون تعلق، من غير ما نتعلقوا بالحاجه هذيك، وفعلا باش تبدا تتفرج. انا واحده من الناس تبدا نتفرج في السيناريو كيف باش تعدى قدامي، كيف باش هذه تجيك، هذه تخرج، هذه تمشي، هذه تجي، تقول سبحان الله، معناها كل حاجه مدروسه ومدبره سبحان الله، لانه ربي مسخر لنا الكون هذا كله لصالحنا. فبالتالي ديما نسال، ديما نسال، فما خاصه اللي تعلمت الاسئله الحق من عندك انت، وزدت اكتشفت قيمه الاسئله في الاكسس. الاكسس بارز معناها بطريقه الاسئله، راهو سحر، معناها يفتح لك احتمالات ما تتوقعهاش في بالك، معناها نسالوا الاسئله، معناها ثم برشا اسئله، قد ما نسال السؤال ونكون انا في طاقه السؤال، معناها كيف نتعودوا بالسؤال يوميا، مثلا عندي حاجه مقلقتني نبدا نسال، مثلا انا ديما يجيوني كيما قلت انت معلمين ما همش بيه، نسال يا ربي انا هو المعلم الحقيقي اللي يناسبني، انا هي التقنيه اللي باش تناسبني باش نتشافى، ما ديما يقول يا ربي دلني، معناها انا نحب نكون في نسخه جديده، نقول يا ربي انا هي النسخه الجديده اللي معناها اللي نحب نكون عليها، يا ربي سهلها لي ويسر لي فيها، وديما نطلب السهوله واليسر، فهمت؟ على خاطر ديما احنا متبنين الصعوبه، نعتقد انه كل شيء راهو يجينا بالصعيب، ليه؟ كيف نسال ربي ونطلب السهوله واليسر، راهو كل شيء يجينا، معناها ما نتصوروش قداش يجينا بكل سهوله وبساطه، معناها ديما الله يعتني بنا، يعني تحسي كان فما شكون يعتني بيك، يعني تحسي تسالي كيف تكون يتكلم فيك نوعا ما. بيان سور هو يكلم فينا في كل لحظة، معناها في أكيد احنا نسأل السؤال وراه ربي قاعد يستجيب وقاعد يكلم فينا، قبل واحد ما كانش واعي معناها، لكن توا بالوعي وبدينا نفهموا معناها كيفاش الكون يسير وكيفاش الكل، معناها بدينا واعيين، معناها بدينا نراقبوا في الإشارات، نراو فيها بالحق كيفاش تتجلى قدامنا، فهمت؟ الذي كان ربي نسأل ربي يا ربي أعطيني أنا هو الفتح المبين، شنو يا ربي معناها أنا مستعدة لأستقبل الفتوحات والتجليات، يا ربي مستعدة أنا باش نستقبل التشافي، أنا مستعدة باش نستقبل كيما نقولوا النسخه الجديده، معناها انا في استقبال، معناها قد ما انا ننظف، هذه نقطه مهمه، قد ما احنا ننظف السلب نفتح قنوات الاستقبال، تولي استقبال التجليات يجينا بكل سهوله ويسر، لانه اللي يعيقنا قلنا اللي يعيق التجليات ولا تجليات شنو، تجليات اهدافنا، مثلا انا عندي اهداف معينه نحب نوصل لها وعندي معيقات، ديما قلنا قبل احنا نسالوا منين معناها، لكن اذا كان انت تنظف قلنا راهو باش نفتحوا قنوات الاستقبال وراه باش نستقبلوا باذن الله كل ما هو خير لينا. خاطر هنا نضيف نقطه امتثال، اللي نظف مثلا على مثلا على زوجها ولا على مشكل معين او تحدي معين عندها في الحياه نتاعها، نظفت عليه وكملت التنظيف وبعد رجعت تشحن فيه بالسلبي مره اخرى، فهمتوها؟ هنا ما عملت شيء انت لهنا، انت عودت شحنت روحك مره اخرى، فوقت اللي تشتغل على الجسد المشاعري وتحرر، مهم جدا التركيز الفكري نتاعك يكون على ماذا تريد، ماذا اريد، يعني كيف اريد ان يكون زوجي عاملني بكذا بكذا بكذا، الخدمه بتاعي فيها مشكله ننظف عليها، وبعد اريد عملي ان يكون مستمتعه به، ندخل منه الاجر المناسب والى اخره، يعني تركز على يعني يبدا اشتغال على الجسد المشاعري والفكري مع بعض، هذا يحدث التوازن.
بالطبيعة على خاطر الزوز يأثروا على بعضهم، المشاعر تأثر على الأفكار والأفكار تأثر على المشاعر. كيف أنا ننظف الأفكار وبعد نعاود ننظف المشاعر وبعد زيد نعاود نرجع لك الأفكار السلبية بس عاود تتشحن مرة أخرى بالسلب. يعني نولي واعي بعد التنظيف، باش نكون واعي باش نغير أفكاري، من الأفكار اللي كانت معيقة باش نغيرها بأفكار جديدة بناءة، باش نركز على شنو نحب مش على الحاجات اللي ما نحبهاش. ديما ركزوا على الجانب الإيجابي من الأشياء. أنا شنو نحب؟ نحب نركز على الموجود وعلى أنا شنو نحب، ما نقعدوش نركز على حاجة مفقودة ولا أنا ما نحبهاش. فهمت؟ قد ما أنا نكون في أول حاجة في طاقة السؤال وتكون أفكاري إيجابية، على خاطر أنا بديت نغير، باش تكون معناها كل شيء باش معناها باش يمشي تمام معناها. وباش نحكي لهنا على الاكسس، التحرر من خلال الاكسس، خاطر الاكسس فاز راهي تقنيه نتاع تحرر. الجماعه فيها صاحب معناها التقنيه جاري دوغلاس جمع فيها تقريبا التقنيات الكل بي ان ال، الطاقه تتوقعوا في بالك الكل جمعهم. معناها انا كنجي نشوف الاكسس بارز نلقى فيه كل شيء، معناها فيه الاسئله، فيه تنظيف المعتقدات، فيه تحرر، ويخدم على زوز مستويات، معناها سواء كان بالكلام، تنظيفات من خلال الكلام والكل، وتنظيفات من خلال النقاط اللي تعملوا في الراس، لانه كل نقطه مربوطه بحاجه معينه، وكل مكان في الراس مخزن فيه طاقه معينه. مثلا طاقه المال سلبية مثلا موجودة في نقطة معينة، فكلهم مسارات موجودين في الدماغ يتخزن فيها السلب، الطاقة السلبية والأفكار السلبية والكل. الأكسس شو يعمل؟ يحرر لك الطاقة هذيك بكل سهولة ويسر، وينحيها من الجذور، من الجذر معناه، من العمق. فهمت؟ القوة زادة في التقنية متاع الأكسس بارز. أنا واحدة من الناس والله كي بديت ننظف معناها بالأكسس، صحيح من الأول كيف كيف راهو بريسك يشبهوا لبعضهم. أنا من الأول تحس طاقتك نازلة، تحس بدنك معناها تاعب، تحس فما حاجات، خاطر تخيل أنت سلب باش يخرج من الجسد نتاعك. بعد ما تبدا تتنظف وكل شيء تبدا تحس بالحق فما تجليات. والله العظيم انا والحمد لله وما زلت راه رحت للتنظيف ما توفاش، على خاطر بوعي منا او بدون وعي نستقبلوا حاجات سلبيه حتى من الاخرين. فهمت؟ حتى تديني فوالا ريت في الاكسس بارز يقول لك حتى كي تجيك ساعات انت قاعده وتحس شعور خلقك، ساعات مش متاعك، جيك من شخص اخر. فهمت؟ فما سؤال في الأكسس يعجبني برشا ومحليه وسحري، معناها كيف يجيك شعور سلبي ما هوش متاعك تسأل تقول لمن هذا الشعور. فهمت؟ وقت تسأل تقول لمن هذا الشعور تقول أرجعه، يا إما تقول أرجعه للمصدر بكل حب، وإلا تقول أحرره للنور. فهمت؟ خاطر أغلبية المشاعر وأفكار مش كلها متاعنا، فما أفكار نستقبلوها وإحنا مانيش فايقين عليك ننتبه نسأل على طول. اليوم المشاعر اللي عندنا كلها جايه من افكار خذيناها من الخارج اغلبيتها، معناها واحنا اطفال واحنا كذا خذينا معلومات من الخارج، ما هي اصلا حتى توا انا في معاملتي مع زوجي ولا معاملتي مع اطفالي والكل، احنا نرسلوا نستقبلوا افكار لبعضنا. وقلنا احنا نرسلوا نستقبلوا، ولا ساعات تجيك فكره مش متاعك وساعات يجيك شعور مش متاعك، اسال لي من هذا، لمن هذا الشعور ولا لمن هذا من الفكره هذه مش منين جاتني. فهمت؟ تو تمشي على روحها معناها، نرجعوها للمرسل بكل حب. فهمت؟ نكونوا منتبهين، ريت قد ما تولي واعي تولي منتبه، تولي فاهم روحك، عندك اتصال مع الجسد نتاعك واتصال مع الروح. راهو الروح والجسد مش كل واحد منفصل على الاخر، الزوز في اتصال. ما احلاها كيف نجمعوا مع بعض، نجمعوهم الزوز مع بعضهم، الروح والجسد والنفس يكونوا مندمجين. فهمت؟ قد ما يبداو معناها تهتم بالجوانب الكل، كلهم يمشيوا مع بعضهم يتسهلوا معناها. فهمت؟ لانه راهو جد نسمع هذا هو حبيت نقول لك، معناها تتوازن في الداخل، تحس روحك متوازن على المستوى الفكري، على المستوى المشاعري، على المستوى الجسدي، على المستوى الروحي، تتجمع القطاع نتاعك كما نقولوا، كانت مشتتة وكلها تتجمع.
ونحطها نية. أنا ديما نحط نية اللي أنا باش نكون، معناها يكونوا كيما نقولوا هذوما الكل متوازنين، معناها الكلهم يخدموا في بعضهم، هذا يساهم لهذا، فهمت؟ مهم على الآخر إني أنا أطلقها كنية، نقول أنا جسدي معناها متناغم مع روحي، وروحي متناغمة مع جسدي، كلهم في تناغم وفي انسجام، قد ما يكونوا في انسجام قد ما كل شيء يمشي مع بعض، فهمت؟ فما سؤال هنا أمل تقول، وكي يبدأ الابن ابنك معناها هل ترجع له الشعور بكل حب، أو كيف يعني ترجع له ذاتك بكل حب؟ إذا كان أنت إذا كان أنت ما تحبش ترجع الشعور حرره، قل أنا أحرره للنور، فهمت؟ نحرره، هي لاكسس بيرز نصور فيها كثير من المواضيع، معناها بحكم اني ما عنديش على فكره الحق، فحبيت انه باش تحكي لنا قصتك الكل اللي حكينا عليها، وتزيد تحكي لنا على التقنيات اللي انت جربتيهم، وانا مثلا ما نعرفهمش، ربما اللي يسمعك ينجم يمشي ياخو عليهم كورسات ولا يتعلم معناها، وينجم يستعين بهم، يعني عنده الاستغفار، عنده سدونة، التقنيات اللي حكيت عليهم انا، ومعاهم مثلا الاكسس بيرز. انا ديما نقول تسال الله، تقول له اذا كانت التقنيه هذه فعلا مناسبه ليا وروحي تحب تتحرر بها، يا ربي يسر لي تو تتحل الابواب معناها. فوالا 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 الاكسس بارز، حبيت نقول نقطة، التقنيات كثيرة كثيرة جدا، المهم انت شنو التقنية اللي تتماشى معاك، هذه اهم نقطة. فعلا حبيبتي فعلا، اسأل السؤال، خاطر كل واحد والجسد نتاعه شنو يحب، وروحه شنو تحب، معناها واحد روحه ترتاح لتقنية معينة، وواحد روحه ترتاح لتقنية معينة. ريت حتى في التدريب وفي العلاج والكل، هما راهم تقريبا التقنيات الكل الهدف نتاعهم واحد هكا، ولا هو التنظيف وتنظيف المشاعر وكذا، باش ننظفوا باش نستقبلوا، هذه هي، لكن الطريقة تختلف من مدرسة إلى مدرسة، الطاقة الحيوية تختلف لأخرى، لكن الهدف نتاعها الكل هي التنظيف، معناها باش ننظفوا أرواحنا باش نعودوا للفطرة، هو الهدف نتاعنا الرجوع للفطرة، باش نرجعوا كيفاش خلقنا ربي، معناها بالفطرة خلقنا أقوياء، بالفطرة خلقنا معناها نحبوا أرواحنا ونحبوا الجسد نتاعنا، كل شيء موجود فينا في الفطرة، لكن الفطرة هذيك تشوهت، كيفاش باش نعاود أنا نرجع للفطرة نتاعي؟ ننظف أكل الحجب وأكل التشويه اللي صار من خلال البرمجة، سواء كان أفكار أو مشاعر أو هذوما تقريبا، هذوما الحاجتين اللي لازم نخدموا عليهم. السحر في الأكتس، أنا واحدة من الناس، صحيح معناها الجلسات مهمين، معناها هو راك تخدم الأسئلة والجلسات راهو واو، لكن فتح الاحتمالات، تقنية الأكسس تعاونك باش تتوسع، تفتح احتمالات، على خاطر احنا في الحقيقة نخلق الواقع متاعنا، الواقع احنا نصنع الواقع، نحن من نصنع الواقع، ليش نصنعوه الواقع؟ بأفكارنا بمشاعرنا، ما قلنا نحن الكون كله في تواصل وكله ذبذبات، انا نغير افكاري ونخلق افكار جديدة داعمة ومساهمة لي، كيف نخلق انا افكار جديدة ونغير نظرتي للأشياء، بالطبيعة باش نخلق واقع جديد، لانه ريت الافكار اللي خديناها قبل هي اللي صنعت الواقع نتاعنا توا، والافكار اللي باش نخدموا عليها توا هي باش تصنع الواقع نتاعنا القدام، عاد انا بوعي توا نبدا نصنع الواقع نتاعي، ثم باش طرق. هنا سؤال، افضل ما نعدوا حياتنا نركزوا كان على السلبي وكان على ما لا نريد والتفكير السلبي، يعني يسموه التخمام السلبي، هذاك على الاقل الانسان يركز على ما يريد، يعني ببساطه ببساطة الحاجات اللي يحبهم، ولي وإحنا ديما نفكروا بمحدودية، شو معناها؟ نفكروا ديما على حدود الجسد، نعتقدوا إنه إحنا جست روح في وسط جسد، لكن إحنا أبعد من هكاكا، أرواحنا في كل مكان متسعة وتحب الاتساع وتحب التطور وتحب الاتساع، فهمت؟ ديما نفكروا بمحدودية، لما لا نتوسع، نتوسع في أفكارنا، لأن عنا قدرات كبيرة وعظيمة خلقها فينا ربي، نحاولوا نكتشفوها، فبالحق نحن كما نقولوها في الأكسس، الإنسان معجزة، والإنسان هو لا محدود، لا محدود، ما
نحن حطينا رواحنا في قالب وفي صندوق، نخرج من الصندوق هذاك ونفتحوا الاحتمالات جديدة ونغير واقعنا. باش نغيروه؟ بتبني أفكار جديدة، بتبني حاجات نحبوها معناها، ونبدأ ونخدموا عليها، نبدأ ونتوسعوا بشوية بشوية معناها. فوالا، قد ما احنا نغيروا أفكارنا ونخدموا ونطور ننظفوا مشاعرنا، قد ما احنا نزيد نتطور ونرتقي، وقد ما احنا نكتشف الجنة الداخلية، خاطر الجنة موجودة في الداخل، احنا لو جوا عليها البر. ولا يسمع مثلا اللي مش مجرب معناها، اللي مش متذوق الجنة الداخلية، يقول لك فاش يحكوا مثلا. لكن راهو ببساطة، كل ما انت نظفت ورجعت للروح نتاعك، الروح نتاعك باش تشع اشعاع، يعني كأنه شمس، كانت فما دنيا مصاحبة وفما شمس، وانت شلتك فعلا السحب هي الكره الحل، المشاعر السلبية كلها، والنبعث فيه الكره، الغل، الانتقام إلى آخره. فكل ما شلتك السحب، كل ما الشمس نتاعك بدات تظهر، بدات تظهر، وكل ما ظهرت الشمس نتاعك، كل ما انت اشرقت، اصبحت اكثر جمالا، اصبحت اكثر، حتى في السن تصبح اصغر من السن نتاعك، الجسد نتاعك يصبح جميل، والواقع نتاعك تتغير، وكثير من الاشياء تتغير يعني. فعلا فعلا، على خاطر بالحق مهم على الاخر، انه كما قلت انت، الجنه هي راهي بداخلنا، وقت اللي بالحق نكتشفوا سحر التغيير اللي باش يصير من داخل، ما نجمش نوصفه انا، لازم انت تعيشوا، عيشوا التجربه، عيشوا التجربه باش تعرفوا الحقيقه. تسمع مثلا بالحق، انا قبل كنت كي بديت في الوعي في هكا في تطوير الذات، كنت نرى فيهم شعارات من الاول، كنت نرى في شعار انت تخلق الواقع نتاعك حيث انت، معناها راهي افكارك هي تهز لك حياه وين انت تحب، ما تعتقده عن نفسك راهو هذاك هو الحقيقه. لكن الاول كنت بالحق نسمع فيهم شعارات، لكن بالحق بديت نطبق، بديت نستشعر فيهم، بديت نحس فيهم، فهمت؟ لهنا راهو سامحوني خاطر شد التليفون قاعد يتحرك شوي. والدنيا سخونه تقتل، كلمه تجرح حد يخت تكون سوا شعلة والله. والكليماتيزور يا سيدي، الكوموند قلت على الدنيا ما لقيتهاش، حسيت الله المستعان. فهمت حبيبتي، فنجرب نجرب، من ذاق عرف ومن عرف اغترف، جرب وذوق، واكيد باش تلقى السحر، لانه التغيير راهو بالحق السحر، تحسه من داخل، الطعم نتاعو تحسه في داخلك، ما نجمش نوصفولي باللي نحكيه، وبالحق راهو تولي تحس السعاده في داخلك مهما كانت الظروف، انا سعيده، يولي تولي الحب الحقيقي يبدا تحس فيه من داخل، ما عادش تلوج الحب البرة، لازم فلان يحبني باش انا تحس روحي محبوبه، انا محبوبه في حبني فلان ولا ما حبنيش، خاطر انا مكرم، فهمت؟ يولي كل شيء يخرج من الداخل، فهمت؟ على ذلك ما عادش يقلقك حتى شيء في الخارج، يولي تولي تتفرج فيهم كانهم فيلم قدامك هكا قاعد يصير. صحيح صحيح. فهو لهنا النقطه هذه باش نوصلوا لها، نتاع هذه اللي تحكي فيه تو، الجنه الداخليه والاخيره، يعني تم تشافي اشياء كثيره كانت مثقلتنا معناها، خاطر كي تكون انت مثقل بالمشاكل وبالمعاناة والامراض، صعب انك تستشعر ان نحكو فيه. كما قلت انت، فقط ارفع الحجاب، تو الشمس نتاعك تشرق تلقائيا، راهي اصلا فيك معناها، فهي مش حاجة مش موجودة، هي فيك. فان شاء الله يكون الكلام نتاعنا اليوم منفعكم، كلام امتثالي يكون كل وداعم للناس اللي تشتغل على ذاتها، ويكون لهم دافع انهم هما يفهموا. هي امتثال توا قالت انا عديت 3 شهور، بكري تحكي قالت عديت 3 شهور، يعني قصت كل شيء، معناها مركزه على روحها ومركزه على التنظيف، فهي اعطت الوقت الكافي اللي هي حسيته كافي لها هي. ما زلت والله يا أي مريم، ما زلت نحكي يعني بالاستغفار، لما انك ما تنظف بالاكسس، فهمت؟ اي ما زلت نظف يوميا، اي ما زلتي تشتغلي على ذاتك. اما نحكي لك الفتره هذيك الاولى اللي فيها، اللي بديتي فيها التنظيف الاول، وتظهر المشاعر، ومرات تقولي شنو هذا وهو شيء كثير، ولا عرفتي المرحله هذيك نتاع نوع نسميها شويه لخبطه شويه، يعني فيها شويه لخبطه،
ففي المرحله هذيك انت اسال الله، يا الله شنو يعني، هل انا في الطريق الصحيح؟ اعطيني شكون يثبت لي يعني، اكد لي اني انا في الطريق الصحيح. اسال الله توجيك الاجابات، تقول لك لا استمر، لا واصل، راهي طبيعيه الاشياء اللي ظاهره عليك في الفتره هذيك، خاطر انت تشتغل على سلب، سلب معناها طاقه ظلاميه خارجه، فخليها تخرج. يعني ما نحب نقول، ما كي تظهر عليك اعراض التنظيف انا نسمي فيها، ما تستسلمش، ما تقولش خلاص، وما ترفضهاش والى اخره، باش تستمر او مش تنسحب، وتنجم توصل حتى تهاجم الناس اللي تعطي في الشيء هذا، وتقول هو يعني انا جيت نداوي في روحي يا اخي، وليت مريض يا اخي، ما نعرفش شنو، لانك ماكش فاهم اصلا. ماني يلزم تفهم البروسيس كامل كيفاش يتعدى، المراحل الكل نتاع التغيير كيفاش يتعدى باش توصل تنضاف بالحق وتتخلص من السلب هذاك اللي في الجسم. يلزم تعرف البروسيس كيفاش يتعدى، راهو عندنا معيقات داخليه عندنا معيقات خارجيه، يلزم ننتبه. الداخل راهو نخدمو على افكارنا ومشاعرنا، فهمت، نخدمو على روايحنا. الخارجيه ما نركزوش معاها، ركزو كان على الداخل نتاعنا، مهما كيف في الخارج ما يقلقنيش، المهم نخدم انا على روحي، نركز على روحي، ننقل انتباهي للداخل، ما نركز في الاحداث اللي برا، فهمت، على خاطر الاحداث اللي برا كان كل واحد فينا مثلا توا يركز على الواقع اللي قاعد يصير له، راهو نتاج الافكار. معناه انا اذا كان عندي علاقات ما زالت سامه، راهو نتاج افكاري. اذا كان انا عندي معناها ما زالت تجيني تحديات قويه وصعيبه، راهو نتاج افكاري. راقب روحي انا فيش نفكر، راقب روحي شنو نحس انا خلال اليوم، شنو المشاعر اللي غالبه عليا في نهار كامل. هل انا ديما طاقه غضب؟ هل انا ديما الطاقه متاعي طاقه خوف؟ هل انا ديما الطاقه متاعي طاقه كره ورفض للعباد وللناس وللواقع؟ والا الطاقه متاعي هي طاقه قبول، طاقة تسليم، طاقة حب الذات، فهمت؟ ثم فرق كبير. لهنا نولي واعي كيفاش شو نفكر انا على طول اليوم؟ اسكو افكاري كلها معناها راقب افكاري شنو، فيش نفكر طول اليوم، نفكر في الجانب السلبي والجانب المظلم من الحياة، ولا افكاري ايجابية، ولا نرى للجانب المشرق. تكون افكاري ايجابيه، على خاطر كله مربوط ببعضه. اذا كان انا ديما نكون متفائله، ديما نكون في طاقه هدوء، طاقه سكينه، سلام داخلي، تسليم، قد ما تكون في الموجه هذيك، راهو تاكد اللي في الخارج الكل، خاطر احنا قلنا ذبذبات وطاقه، راهو الخارج الكل باش يتاثر حسب انت شنو تخرج من جسمك ومن مشاعرك، معناه من جسد المشاعر، فهمت؟ فوالا. فقط معناها تقريبا يعني حكيتي كل شيء، يعني حسب ما نشوف كان فما حاجه هكا التجربه نتاعي. اي فعلا حبيبتي، حسب التجربه اللي عشتها، وانا ما زلت راني في رحله التنظيف، معناها ما زلت فما عندي حاجات نخدم عليها. انا نفسي ما نقدر، وما نشوفش في بالكم اللي الناس اللي تطلع تحكي لكم، حتى الكبيرين في الوعي، معناها المعروفين المشهورين في العالم العربي، كلها ما زلت تشتغل، كل مره تظهر لهم حاجه يشتغلوا عليها. هي النقطه كلها مش في انه يختفي من حياتي التحديات، بل في ردة فعلي تجاه التحديات كيف تكون. النقطة كلها متاعي كيف اتعامل اذا ظهر شيء ما. هذه هي، هذا هو لب يعني لب الوعي، كيف اتصرف عندما يحدث شيء ما. فاغلبيتنا الفاهمين اللعبة بالصحيح، وقت اللي يحدث تحدي يقول يعني يسأل ما هي الرسالة مثلا، فما كلمة ما هي الرسالة، انا ديما نسأل نقول ما هي الحكمة، شنو هي الحكمه اللي تحب توصل لي، فهمتوني؟ فنشوف شنو الخير اللي فيها، ما هو الخير اللي في هذا الحدث، او حدث سلبي معني مشكله او شيء من هذا القبيل، نجم نصمم مشكله، لكن انت تقول شنو هي الحاجه الباهيه اللي فيها، شنو هو الخير اللي فيها. خاطر انت كي تسال على شنو الخير تو تراه الخير، كي تقول هذه شر وهذه مش تراه كان الشر. فهو كل شيء يتحدد حسب النيه نتاعك وحسب انت فاش تبعث. اوكي، فانتبهوا للنقطه هذه، يعني رد فعلك تجاه الاحداث هو المهم، تمام؟ فعلا لهنا ندخلوا في إدارة الذات، نولي نعرف كيفاش أدير أفكاري ونعرف كيفاش أدير مشاعري. إذا كان أنت أصبحت المتحكم في أفكارك ومشاعرك، ما عادش حتى شيء أثر فيك، ما عادش تكون أنت ردة فعل، تكون أنت دائما في الفعل، معناها ديما فايق وواعي بكل شيء شنو قاعد يصير. الشخص اللي يكون ديما في ردة الفعل يعملوا له حاجة وهو يرد، يعملوا حاجة وهو، لهنا أنا لازم نكون أنا واعي فيش قاعدة نعمل، واعي بافكاري ومشاعري، معناها في كل مرحله، فهمت، القوه وين هو في الوعي. راه
نولي مراقب واعي، نولي نراقب الاحداث كيفاش تصير، نولي نراقب افكاري، نولي نراقب مشاعري، ما كل شيء رفيق قدامي. راهو نخطئ احيانا ونغضب، راهو الغضب معناها نحن انسان، راهو بشر، تصير لنا حالات نتاع غضب، تصير لنا حالات نتاع، اما نبدا فيها ما نقعدش نطول فيها الحكايه، نفيق بها فيسع فيسع ونتحرر منها فيسع. وقد بقى احنا معناها ديما نخدموا على التنظيف، واللي استراتيجيه احنا نقولوا في اللاوعي، واللي هو في ساعه فيسع، لكن حطيتها في مخك ديريكت ما يخرجها، تولي يتبناها ك سريع جدا جدا يعني. سريع جدا، يولي في ساعه فيسع، ما خديتها حاجه تبدا، لكن وعيت بها تتنحى مباشره. اذا بالممارسه بالتدريب وبالكل يوم يولي سيء اللاوعي، من يقول من الاول يكون مقاوم، وبعد يولي اذا كان ولا استراتيجيه في اللاواعي، من اول تبناه اللاواعي سيء، معناه امورك تبدا صافا في ساعه في ساعه، تستقبل وتخرج، ما عادش تقبل تستقبل، تقبل الوضعيه وتسلم، فهمت؟ تدخل بالضبط في طاقه التسليم. الحكايه كل كما قلت يا امتثال اللاوعي ينعودوه، هو نعم تعود بكتاب معين مثلا، اكثر حاجه تعود عليها اللاوعي الرفض والمقاومه، من اكثر الاشياء الرفض والحكام على اي شيء راه يحكم بالسلبي معناه. فهي الرفض والمقاومه اكثر الاشياء الموجوده في اللاوعي، فانت تقرر بوعي انك تختار تكون في القبول، تختار تكون في التسليم مش الاستسلام، تكون في التسليم، تكون في القبول، تختارهم تفعلهم يعني فيك. فانت لهناك تبدا تختارهم، كل الطاقه والفكر والمشاعر بتاعك تتجه تجاه، كي تتجه تجاههم انت مش غلب على حياتك، غالب حياتك مش يكون عليها هدوء، مش يكون عليها سكون، مش يكون عليها الجنه الداخليه بتحكي عليها، السعاده، كل المحبه الداخليه والى اخره، الاعتناء بالذات والى اخره. واذا حدث شيء تقول اتس اوكي، لا مشكله، اوكي انا نعرف كيف تتصرف معاه، اللي هو هذا هو تكون امير على نفسك. انا اقول امير على النفس متاعك، امير على الافكار متاعك، امير على المشاعر، وتعرف تقود الذات متاعك بوعي. ف فعلا فعلا يعني كان حبيبتي، جميل جدا يا ابتسام. والله انا ممتنه ليك برش، على خاطر بالحق نقول احنا جيت في حياتي في يوم ما، والحمد لله يا ربي، فرحانه برشا، نفرح برشا كيف الحمد لله. كيف نسمع، كيف رالي فيديو، نفرح برشا بالحق، ممتنه ممتنه لله لانه سخرك ليا في يوم ما، وان شاء الله يا ربي تواصل يا رب بطبيعة أكيد علاقتنا ونرتقي ونساهم لبعض، يا رب يا رب، إن شاء الله في أكيد باش انت عون لبعضنا، يعني الناس كل دينا مع في دينا بعضنا. أنا نساهم ليك وأنت تساهم ليا، وإحنا نساهم للناس آخرين، خاطر نحن الهدف نتاعنا هو أن نرتقي ونخليه نرتقي بالناس معانا، معناها كنا في حالة ارتقاء، فهمت الله وعلى وجه الأذان، فهمت؟ الهدف نتاعنا هو التطور والارتقاء، رحلتنا هي رحلة نتاع تطور وارتقاء، وانه معناها وانه الارض ترتقي وتتطور بينا احنا، بينا احنا، بينا احنا، لانه احنا راهو الكلنا واحد، والكلنا خلقنا من نفس واحدة، وبالتالي راهو نحن في الاصل متصلين. نحن لعبة الانفصال هو وهم، الانفصال وهم، نحن نعتقد انه لا انتي انتي، لا مش انا مش كيف، نحن كنا عندنا رسالة واحدة انه نتطور ونرتقي وانه الارض ترتقي، معناها كلنا كيف كيف عندنا رسالة واحدة. وخلقناكم من نفس واحدة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني الاختلافات متاعنا في الأمر نفس واحد. نحن الكل من نفخة، معناها نفخة من عند الله، معناها نفخة واني في الناس الكل، معناها كلنا واحد، علاش نقعدوا في الصراع والمقارنة، وانا باش نوصل لازمني ان نقصي الاخر، لا نحن نتكاملوا، واحنا نتواصل مع بعض ونتكاملوا، معناها انت تكملني وانا نكملك، فهمت؟ فما حاجات عندك انت معناها تكملني انا، وفما حاجة عندي انا تكملك انت، وهذيك هي الحياة، كنا في تواصل وفي انسجام، فهمت؟ اتصال. كيف يمكن يا الله أن يساهم اللايف هذية لعدة معناها أشخاص إن شاء الله يسمعوه ويستفيدوا، وكيف يمكن أن يساهم لي وليك أنا في الارتقاء والتطور، يا رب اتساع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. تعلمت أن إحنا واحد، أنا نقول إحنا الكل كالوجود، كالورود، فما ورده روز، وفما ورده بيضه، وفما ورده حمراء، وفما ورده، يعني انواع واشكال، فتخيلوا بيتحطوا مع بعضهم تكون بوكي دو فلير محلاه، فلو كان الورد كله احمر والورد كله اصفر كيف ستكون يعني. فهي احنا هذاك هو، احنا هكاك، كل التنوع متاعنا هو اللي يعطي الجمال في الوجود متاعنا ككل يعني. وهذا بالطبيعه التنوع في الشكل متاعنا هو تنوع في البصمه متاع كل واحد فينا، كل واحد عنده حاجه سبيسيال متاعه هو.
نسأل سؤال، يا ربي شنو البصمة ولا شنو الحاجة اللي تميزني باش أنا معناها نعاون بها روحي ونعاون بها الناس، يا ربي أظهرها لي، يا ربي أنا هي أظهر لي شنو بصمتي في الحياة، علاش جيت لي هذه الحياة، فنطلب ربي فما حاجة تميزني أنا ما نعرفهاش، سواء كان بوعي ولا معناها بدون وعي. ساعات عندنا حاجات قدرات ونعرفوهم لكن نقصيو فيهم، علاش نقصيو فيهم؟ نقصيوش القدرات، هم موجودين. نسأل يا ربي أنا هي القدرات والإمكانيات معناها اللي باش تساهمني باش نتطور ونرتقي ونعاون روحي ونعاون الناس، معناها خاطر نحن الكل مساهمين لبعضنا معناها. صحيح صحيح جدا، واتفق معك فعلا يعني في كل اللي قلتيه، وان شاء الله يا رب فعلا تكون اللايف هذا دعم. انا ديما نحب ندعم وعامه يعني دعم للناس اللي ما زالت في الرحله واللي باش تبدا في الرحله، ولا الناس اللي هكا شويه تشتت عندها في ما زالت في التنظيفات، فراهو كلنا كنا في التنظيفات، وامتثال راهي في الفتره الاولى نتاع التنظيفات راهي كانت تعبه شويه، معناها تحسها طاقتها نازله وكتافي، يعني انا اكثريه في الاكتاف اكثر الاوجاع حتى توا عندي شوي نزلت وزويز اما يعني تغيير كبير حصل معاها، فهي صبرت يعني صبرت واستمرت، معني ما استسلمتش. وقت اللي تقول يا الله وجهني جاه، شكون يقول لها استمري استمري، راهو هذاك اللي صاير طبيعي، راهو خروج سلب، راهو كذا. فهي معناها ديما استعينوا بالله، ديما نقول ارجع واستعين بالله واسالوا الاسئله الصحيحه، قولوا شنو هو اللي انت تحبني نكون عليه، شنو هي النسخه الجميله اللي انت تحبني نكون عليها، شنو هي البصمه نتاعي اللي تحبني ننفع بها روحي ننفع بها، يعني الكلام اللي تحكي فيه امتثال. ففقط معناها جميل جدا. هند هذيك صاحبتي هند قلت لها الحق قلتش هند حبيبتي مرحبا اهلا يا هند. فبالحق انا نشوف انا كل لوحه، يعني لوحه فيها اشياء هكا، كل واحد عنده البصمه الخاصه نتاعو وعنده الشكل، حتى الشكل يختلف سبحان الله. معني فمش النقطه في انه انا اكون مثالي على مستوى الشكل ولا على مستوى حتى نقدم فيه، اترك المثاليه، ما المثاليه وهم كبير جدا وتفصلك على الروح، فقط انك تكون حقيقي وتكون تعمل في الحاجه اللي انت تحبها ببساطه وسهوله ويسر. فشكرا لك السهولة واليسر في أي واحد، معناها ننوي له السهولة واليسر في رحلة التشافي متاعه وفي رحلة التزكية لكل الناس كلنا احنا وللناس الكل. إن شاء الله يا ربي معناها تكون حياتنا كلها فتوحات وتكون حياتنا كلها تجليات وخيرات فتح مبين بإذن الله، فقط معناها يكون عنا يقين معناها كبير بربي سبحانه وتعالى وننطلق، معناها ما نخافش نبدأ ونحاول وكذا، وحتى اللي نعيش التجربة خاطر بالحق ما تنجم تعرف الحكاية إلا ما تجربها وتعيشها معناها. بالضبط بالضبط، الكلام هذا مش تسمع وتنجم تكون، اما اذا كنت ماكش تطبق ماكش مش تنجم تقول هذا مجرد كلام، لكن هو السر كله في التجربه، يعني جرب انت شوف مع انك تفهم. نرجع وناكد عليها ونعاود، خاطر انا اكثر شيء معروف بيا في القناه نتاعي هو التنظيف، يعني قناتي معروفه بالتنظيف وبالسيكولوجيه تاع التنظيف. افهم التنظيف قبل ما تدخل في التنظيف، افهم افهمه افهمه افهم السيكولوجيه نتاعه، وقت اللي تظهر عليك الاشياء انت هنا عندك المعلومه بالمسبق تبدا تعرف، مش انت تدخل في التنظيف ومن بعد تقول شنو هي اللي تظهر عليا، وقتها تنجم تعمل بلوك وتدخل في مخاوف والى اخره. ف السؤال اللي انا كيف ابدا في التنظيف كيفاش تبدا يا امتثال جاوبها ترى باهي، كيفاش نبدا التنظيف؟ نتوكل على الله ساعة، نتوكل على ربي، يقول يا ربي نحب نبدا ننظف دلي يا ربي شو نعمل. باهي التنظيف ديما يمشي على زوز مستويات، هما ثلاثة، نحن نموذج مرسيدس نسميوه. عندنا الأفكار مشاعر سلوكيات، إذا كان أنا نحب نغير سلوكياتي ولا نغير اللي ظاهر، راهو نبدأ نخدم الداخل، نخدم على مستوى الأفكار وعلى مستوى المشاعر، ننظف أفكاري ومعتقداتي على كل شيء تبنيته في الحياة، على من الطفولة حتى وفي كل المجالات، زادة في العلاقات، في الزواج، في المال، في كل شيء، معناها مهما كانت الحاجة. نبدأ أول حاجة نبدأ نغير أفكار، نبدأ نراقب في روحي في شنو أنا فيش نفكر طول اليوم، ونبدأ نراجع أكل الأفكار والمعتقدات اللي خليتني أنا ما نتطورش ولا ما نتغيرش. ومن بعد نبدأ نخدم على مستوى المشاعر،
على مستوى المشاعر راهو عنا برشا مشاعر مخزنة منذ الطفولة، منذ أنت جنين في بطن الأم، أبار إنه فما حاجات راهي مخزنة حتى من الأسلاف والأجداد، لأنه راهو فما حاجات ناخذوها في الأدي إن متاعنا ننتبهه، معناها فما بلوكيت وفما معيقات تجي حتى من خلال الأجداد والكل في خلال التنظيف. معناها نقول وإحنا عنا في الأكسس، معناها كي نبدأ ننظف في المعتقدات والكل، نقول معناها ننظف كل المعيقات من كل زمان ومكان وبعد ومن الأسلاف والأجداد، وحاسين ونبدأ نجبد الكل على خاطر راهو كلها سلسلة تجبد لبعضها. ساعات البلوك ما يكونش حتى في من العائله تاو، تكون حتى قديمه نرجعوا لها، معناها ننتبه، معناها فما حاجه هكاك، لكن نبدا نرجع لك المشاعر اللي تبنيتها منذ الطفوله، لك الكلام اللي سمعته وانا صغيره، لك المواقف والصدمات اللي صارت لي وانا صغيره، وحتى زاد كيف كيف في فتره المراهقه وال الصوت انقطع. فوالا نبدا نخدم، نبدا رحله التنظيف. وكما تشوف قناه مريومه، معناها مريم ما شاء الله عندها تقنيه الكل موجودين في القناه نتاعها، وعندها زادها دورات، عندها دوره الاستغفار انا واحده من اللي شاركت فيها، كانت دوره واو، معناها المعلومات الموجودين موجود فيها معناها طياره على الاخر. هي التقنيه راهم فسرتها بسيطه، لكن المعلومات اللي تاخذهم في الدوره ما تلقاهمش معناها في اي بلاصه، معلومات ياسر محلاهم. وعندها زادة دورة التعلق، وما شاء الله الأكاديمية نتاعها حلتها منها الموقع نتاعها، إن شاء الله ربي يبارك لك مريومة ويفتح عليك. ونسأل السؤال ونبدأ في رحلة التنظيف بالاستغفار بسيدونا بالأكسس أي كانت التقنية. قلنا نسأل السؤال، أنا هي التقنية المناسبة لي باش ننظف، وبإذن الله ربي يرشدك ويدلك، سواء كان يشوف لك معناها يجيك عن طريق صديقة أو عن طريق يوتيوب ولا معلم فلان، يقول اسأل يا ربي أنا هو المعلم زادة كيف كيف ينجم يساعدني ويساهم لي ويساهم لي معناها باش نجم أنا ننظف روحي ويرتقي الوعي متاعي وكل شيء، ونبدأ في رحلة التنظيف. نسأل كل حاجة نحولها في شكل سؤال ونسأل، وإن شاء الله معناها تلقاو الإجابة. أكيد راهي الرسائل الكونية، الرسائل اللي تجينا احنا ما ننتبهوش، راهو الجسد حتى الأوجاع والألم في الجسد راهو رسالة. وجعتني ساقي عندي ألام راهي رسالة، ما نشوف شنو هو السبب، ما نرجع، لأنه أغلب الأمراض نقولوا احنا 90% مش 90% من الأمراض راهي نفسية. نرجع شنو الحاجات اللي صاروا كنا قلنا منذ الطفولة، ونبدأ في رحلة التنظيف، وإن شاء الله ربي نضيف على كلامك نقطة. أنا نحكي على روحي، نؤمن إيمان من داخل مش من برا، نؤمن إن كل الأمراض والمشاكل والدنيا كلها ملخبطة 100% مشاعر، يعني 100% ضغوط وتوتر، يعني خاطر شفتها على جميع، على المستوى النفسي وعلى المستوى الجسدي. إذا أنت توازنت كل شيء يتوازن، فعلا مع مراقبة الأفكار وتغيير الأفكار. المشاعر السلبية كي تكون قوية راهي خطيرة على المدى الطويل، تخزن تخزن تخزن، والبدن يبدأ يحمل، يبدأ البدن واش قوي، معناها يتحمل يتحمل يتحمل، وبعد هوب يعطيكم مرض، معناها يظهر المشاعر هذيك خاطر ما عادش ينجم، فتطلع على شكل مرض. فالواحد هو يعطيك يعني سينيال، هو من الاول يعطيك سينيال بشويه بشويه، وبعد يمشي ويقوى، فهمت؟ قد ما يقوى معناه هو قوة السلب اللي تخزنت فيه، معناه فما تراكم كبير متاع مشاعر في العضو هذاك. نرجع نشوف شنو الأسباب، وكل عضو راهو مربوط بحاجة معينة، ونبحث ونشوف معناه حتى البحث وكله. حتى إذا أنت ما عرفتش العضو، راهو فما تقنيات كما الاستغفار مثلا توجهه مباشرة بالنية، حتى الهوبونوبونو أي تقنية، شوفوا أي تقنية أو أي شيء تحب تنظفه بالنية فقط، تقول أنا ننوي إنه كذا كذا يتنظف، انت فقط انوي تو يشد الطريق نتاعو وحده، يعني لاني انا نحب التنظيف بسهوله ويسر، يعني نحب ييسر البساطه، ما نحبش التعقيد على الناس، ما نحبش. فانتم خذوا الفكره نتاع راهي النيه هي كل شيء، كي تنوي تو كلها في بشويه 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 بشويه، وتبدا تتوضح لك الامور. واللي يحب يفهم التنظيف من اجس كازيد، معناها بالتفصيل من سلسلات التنظيف، بعدها معناها فما سلسله كامله متاع تقنيات التنظيف، من بعدها شنية الاعراض اللي باش تظهر عليك، سلسله كامله، يعني عندي ما يقارب
اكثر من 20 فيديو، واحده فيها يجي 12 فيديو والاخرى فيها يجي 18 فيديو اظن على الارض معناها. يعني افهم قبل ما تبدا تطبق، مش وقت اللي تظهر عليك انت تبدا تنظف وتظهر عليك السالب هذاك خاطر هو خارج، ما تدخلش في البلوك، ما تدخلش في الرفض، هذيك اهم نقطه ناكد عليها ونعاود. خاطر كي تدخل انت في البلوك، عملت بلوك للتشافي وعملت بلوك لانك ترتقي اصلا يعني، وتنجم تتوقف يعني. وهنا تدخل فيها الايه فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء منكم فليتاخر، فهو ترجع لك من بعد، انت يا تحب تكمل يا تحب تتوقف معي. فشكرا يا امتثال. يعني مش قعدنا وقت، اما في ساعه الوقت تعدى صراحه. شوف حركه سؤال اخر معني، شو اخر مثلا نحبوا نحكوا عليه هكا تحبي تضيفيه كان عندك حاجه؟ لا اعرف يعني، والله تقريبا قلنا كل شيء. خلينا نحاول هكا نذكر، احنا حكينا كيفاش كنعمل تلخيص، احنا شو حكينا بالضبط؟ حكينا قلنا هكا جست حاجه، حتى نشوف نقاش معلومه اخرى نجموا نضيفوها، وان شاء الله اللي عنده سؤال ينجم يطرح سؤال ان شاء الله باذن الله نجاوبوه انا وياك وكل شيء. قلنا رحله التغيير الحقيقيه راهي تبدا من داخلنا، ما ننتظروش انه راهو تغيير باش يكون البر. قلنا التغيير راهو يبدا من داخل، نبدا نكتشف روحي ونرجع لذاتي، نبدا نسال ونبدا نطرح الاسئله. نبدا اول حاجه في مرحله الوعي بالذات، نوعى بروحي ساعه، انا شنو، وين على جيت لهذه الحياه، وشنو نحب، ونبدا في الرحله تاع البحث نتاع الكل، ونبدا في رحله التنظيف معناها. نبدا نرجع للافكار، نرجع لشنو انا كل الافكار والمعتقدات اللي عندي اللي تبنيتها، ونبدا ندخل لك التنظيف، خاطر التنظيف يكون عميق، يكون متخزن قلنا في الجسد، نبداو ننظفوا المشاعر المخزنه في الجسد، وتبدا الرحله من هذيك. قلنا في الرحله هي رحله مسار باش نلقاو فيه صعوبات، نكون واعي انا بالصعوبات اللي باش تجيني في الرحله، فهمت؟ فما معيقات في تصير، سواء كان معيقات قلنا داخليه ولا ذهنيه، وقلنا اللاواعي باش يعطيك برشا يحاول انه يشتك، نبدا انا واعي، هذه النقطه الاولى لي، ونبدا واعيه بالسلب اللي قاعد باش يخرج، معناها السلب اللي قاعد يخرج ولا الاوجاع ولا الالام اللي قاعده تخرج، راهي هذيك تابعه البروسيس تاع التنظيف، فهمت؟ نبدا فاهمه كيما انت قلت مريومه، جست برك التلخيص، ونقعد نستمر وديما نسال ربي انا هي التقنيه المناسبه، ونبدا نبحث في اليوتيوب ما شاء الله في كل شيء، واللي يحب حاجه عميقه على الاخر يحضر معناها دورات مريومه. الحق مازلت ما اطلقتش حتى دوره، ان شاء الله باذن الله نطلق دوره معناها في القادم، معناها نحب حاجه عمق اكثر، ونحب شكون يتبعني نشوف كوتش، معناها اذا كان انا جاتني صعيبه ولا ما نجمتش ولا حاولت، نشوف معناها شكون يعاونني. مثالش راهو كي نمشي نسالوا شكون يعاوننا، فهمت؟ راهو ساعات وحدنا ما نجموش نخرجوا من المشكله، تقول لك انا حاولت راني وحدي ما نجمتش. فما اشخاص يحب شكون يعاونهم، نلتجا الى كوتش، فهمت؟ ولا مدرب شخصي، ويبدا يخدم يعاونك في البروسيس حتى اللي انت تبدا تفهم. المهم اذا تبنى انت التقنيات وتفهمهم بالكدا، هي يولي هذاك منهج حياه، خاطر باش تقعد ديما تستعملوا ديما تنظف، فهمت؟ هذيك هي، وهي رحله راهو نستمتعوا بالرحله، فهمت؟ نبدا واعيين باش قاعد فيها، ونبدا مستمتعه انا نعيش حياتي، ونبدا مستمتعه في رحله التنظيف والكل، لانه بالحق راهو التجليات والحاجات اللي معناها باش تصير بعدها راهي محلاها برشا، معناها بالحق راه فما حاجه مزيانه قاعده باش تصير. نتبع الرحله هذيك، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل، معناها جست نتبنى السهوله واليسر فقط، نقول يا رب اي حاجه يجيني حتى السلب اللي باش يخرج يا رب يجيني بسهوله ويسر ولطف، معناها نطلبوا لطف واليسر من عند الله، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل باش معناها يتحروا من الحجب وكل الحاجات، اللي انه رحله التزكيه راهي رحله عميقه ورحله محلاها. اي صحيح، يعني انا ديما نقول كل شيء هون على خاطرك. كل شيء هون على خاطرك باش تشرق، معناها يعني انا حكيت لكم قبل في الفيديوهات على اليوتيوب موجود انا كيفاش الاعراض اللي مريت بها مثلا، لكن كنت ديما نقول انا الكوبي اللي انا نتمناها نكون عليها وقتها كنت مش كيما هكا معناها، فكنت ديما نقول انا معناها كل شيء نشعر فيه تو من سلب وشيء خارج معناها يستحق انه انا نوصل لك الحاجه اللي انا فعلا كي نوصلها نحس روحي طايره من الفرحه والسعاده معناها. خاطر قبل كنا قبل ما نبدو في التنظيف وكل لا سعاده لا فرحه، باش نكون واضحين يعني، الانسان كان يعاني معناها يسمع بالسعاده سمعان يعني،
فالناس تبدا تحكي عاد سعاده، يقول سما سعاده بالرسمي معناها. لكن كي تخدم على روحك وتصبر في الطريق نتاعك هذا وتتوكل على الله، ديما نرجع نقول تحرك بالله، فيديو تحرك بالله، توكل على الله، تسال الله شكون المدرب اللي تحب يساعدني في التنظيفات، اذا انت حابب على مدرب، اذا انت تحب تنظف وحدك اللهم اعني، خليه هو المعين نتاعك. فدائما شوف انت شنو اللي يناسبك وامشي معاه، اسال توجيك الاجابات. قولي كيفاش تجيني، ارجع اسمع فيديو تحرك بالله، فيه كل شيء مفصل بالملي هكا ولا انت فيه. فعلا حبيبتي، فعلا والله يعطيك الصحة، نتمنى ليك برشا. تسألوهم الامتثال تو جاوبكم ان شاء الله، والاكسس بيرز بالنسبه اللي يحب يتعلم من امتثال الاكسس بيرز، انا في اليوتيوب في الانستغرام ما نجمش نحط الروابط، ما تتحلش الروابط في الانستغرام. ان شاء الله الفيديو هي اللايف نتاعنا نهبطوا على اليوتيوب، وفي صندوق الوصف في اليوتيوب تلقوا الروابط نتاع امتثال الفيسبوك والانستغرام نتاعها، تتواصلوا معاها معناها تواصلوا معاها على الاكسس بيرز، تحبوا تاخذوا معلومات كيفاش تطبق مفيد كوتشينج ولا حاجه. اي بالنسبه لي انا نحب نعطي احتمالات كثيره للناس، راهو اذا انت ما ساعدتكش تقنيه معينه مثلا تحكي فيها مريم ما تقفش، فما غيري عنده تقنيات اخرين جربهم وخذوا اعطوه الفايده فتعلم منه، فننفتحوا على بعضنا يعني. ما فماش مقارنات وخوف، خاطر الرزق بيد الله، فهنا ننفتح ونعاون الناس انها ان شاء الله يا رب الناس كلها تتشافى. انا نحب الناس تتشافى. الله يحييك والله. فقط نشوفوا كان عندكم اسئله، دخلنا نرجع نشوف نلقاش هكا سؤال الامتثال، واكتبوا لنا اسئلتكم ونبدأ نختموا اللايف نتاعنا ان شاء الله. اوكي احباب باهي، فما سؤال انا ماذا بيا ديما يكرروه، معناها اي حاجه تصير لي معناها حتى سواء كان باهيه ولا خايبه، نقول اول حاجه ما هي الاحتمالات الاخرى يا الله، خاطر ديما فما ديما نفتحوا رواحنا الانفحال، نفتحوا رواحنا الاحتمالات الجديده، نتوسعوا، فتقول ما هي الاحتمالات الاخرى يا الله، ولا كيف يكون الحال افضل يا الله، مهما كانت الوضع سواء باهي ولا خايب، فهمت؟ ديما كيف يكون الحال افضل، كيفاش يكون الحال افضل منها، كيف بقعدش نقعد نتذمر نقول واللوم وكذا، نقول كيف يكون الحال افضل يا الله، يا رب دلني كيف يكون الحال خير من هكا، فهمت؟ ونحاولوا ديما نبحث روحنا الاحتمالات الجديده، يا ربي ما هي الاحتمالات الجديده الاخرى اللي انا غايبه عليا ومانيش قادر رافيها، هي موجوده لكن انا مانيش قادر رافيها، يا ربي دلني شنو ما هي الاحتمالات الاخرى، سواء كان في التنظيف ولا في ايا كان. كما قلت مريم، ما نسكروش على الواحد، نفتحوا ديما نفتح، على خاطر راهو هي ارواح، راهو ساعات نرتاح مع مدرب ولا كوتش وواحد ما نرتاحلوش، هادي جدا معناه نجم نتعلم من هذا، لكن احيانا في التشافي وكل شيء هي طاقه، راهو تقول انا في التشافي راني نرتاح مع الكوتش الفلاني ولا المدرب الفلاني، راهو نحس روحه قريبت لي، راهي ارواح، وكما يقولوا ما تقارب منها ائتلف وما تبعد منها اختلف، معناها ساعات تحس ثم ارواح تنجم تحس تساعدك على التشافي، وان شاء الله يا رب نكون ارواح تساعد الناس انها تتشافى يا رب. معناها نفتح الاحتمالات كما قلت مريم، انا نجرب مدربين اخرين، نجرب كوتش اخرين، نجرب تقنيات، نتوسع، نفتح الاحتمالات، ما نسكرش على روحي، ديما نسال يا رب ما هي الاحتمالات الاخرى، سيدي ما عرفتش وسي ومخي حبس، ما هي الاحتمالات الاخرى يا ربي اللي موجوده وانا مانيش رافيها، والا هي مش موجوده اخلقها لي، معناها فهمت، ديما نسال، ديما نفتح روحنا على الاسئله. طيب فما سؤال اللي هنا امتثال، واحدة تقول سيلفا أظن اسمها، كيف أفهم الجواب من الله؟ أنا أسأل الله دائما لكني أحيانا لا أفهم الإجابات. باه كيما تقول أنت مريوم، وحتى أنا جربتها، أول حاجة السؤال هذايا نضف عليه، معناها نحاول نقول أنا راهو الأسئلة اللي باش تجيني من عند الله أنا راني باش نستقبلها وراني باش نفهمها، هذه أول حاجة المعتقد هذايا نحاول نغيروه. انا اي رساله من انا من الاول زاد كنت نفكر هكا، كنت نبدا نسال في الاسئله، نسال 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 وكل ويجوني برشا احتمالات تبدا ضايعه ساعات نضيع، فهمت، والا يجيني الاحتمال الصحيح لكن انا نقول لا بلكش مش هذاك، فهمت كيفاش، على هذيك نقول كي نبدا انا مركز وعندي يقين بالله، قلنا اول حاجه نغير السؤال، انا اي اشاره باش يعطيها لي ربي راهني باش ندركها وباش نستوعبها،
هذه الحاجة الأولانية، وكون عندي يقين أي أنا أي سؤال باش نسأله أي إجابة باش تجيني راهي هذيك هي الرسالة، خاصة كي تبدأ المعلومة متكررة مرتين وثلاثة، معناها ساعات تخرج لك في اليوتيوب، ساعات تخرج لك مع صاحبتك تلقاها أنت مثلا جمعة كاملة تسأل في سؤال واحد، راهو ما نملوش من أسئلة، سؤال سيدي نقعد شهر نسأل فيه، نسال توا حتى لين يجيني النتيجه، نسال ما نقولش ما نيأسش، معناه انا مانيش متاكده مثلا سالت السؤال مانيش متاكده، نقعد يوميا نكرر في السؤال حتى لين نتيقن بالاجابه، ومعناه اقوى حاجه تكون عندك يقين راهو اي سؤال تساله بيقين وبصدق والكل راهو ربي باش يجيب لك الاجابه. انا ملوك ديما كنت نلاو زعما هذيك صحيحه ولا، لكن بعد اي رساله تجيني وليت نستقبلها هي الجواب. فهو هنا إضافة لكلام امتثال، احنا في منتشرة برمجة انه معناها الله نسألوه ونلح ألح بالسؤال ألح كذا وشوف ربي يستجيب شوف لا، معناها فهو المعتقد متاعنا على الله انه هو ما يستجيبش بسرعة معناها او اجابته تتأخر مثلا. فانت هنا انا ديما نقول انت شنو هي برمجتك على الله اصلا؟ طب مش نحكوا على تنظيف المعتقدات تجاه كذا وكذا وكذا، علاش ما نبداش انا ننظف على الله رقم واحد؟ انا واحدة من الناس الرا انه موضوع الله من اهم المواضيع اللي يجب التنظيف عليه، خطر عدنا يعني حياتنا كل متلخصه في ان احنا اصلا نعرف الله ونعرف روايحنا معني. فلهنا انت شنو برمجتك على الله؟ حاول تكتب في الورقه انا مثلا كي نحطي ملف الله ماذا عندك معلومات تظهر لك، كوني صريحه وصادقه خطر الله اصلا يعرفهم موجودين فيك، حتى كان انت قلتي لا راهو الله مطلع معني، فاكتبيهم ما تخافش ما تقولش انا مش كيفاش نكتب على الله مثلا شعور سلبي، لا مشكله انت تعترفي بالحقيقه بشكل واضح بنيه التحرر، فتكتبي شنو عندك مثلا كذا وكذا وكذا على الله وتخدم عليه بالتحريم الكل، تعكسيهم انه الله يستجيب لي يستجيب لي مباشره، الله يكلمني ما تقولش الله يستجيب لي من خلال الاحتمالين اللي قالوهم هما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستخاره، قالوا الاحلام وقالوا تحس بشعور معين ايجابي، يجاوبنا الله بعدد لا متناهي من الاجابات يعني من طرق. فانت وقت اللي تربط انه تنتظر الله يجاوبك من خلال حلمه او من خلال الداخل ينجم هو يعطيك اجابه بشكل اخر، فانت تقول اه ننتظر في الاجابه تجيني منه ومنه، لكن شبه ما جاتنيش معني، خاطر هو بعثها لك بطريقه اخرى، نجم يبعثها لك من فيديو في اليوتيوب او ينجم يبعثها لك من خلال كتاب ولا معلومه تجيك في مقال او فهمتوني. فهنا نظفي برمجتك على الله وشوفي فيديو تحرك بالليل اوكي، بالاضافه لكلام امتثال معناه اوكي. نشوف فماش اسئله اخرين. ثريا اهلا يا ثريا، احفظي البث تمام ان شاء الله نحفظه البث اوكي. عندكم شي اسئله؟ كيف فما شكون تسال كيف اتزكى يعني كيف ازكي نفسي؟ تقريبا جاوبنا عليه يعني البكري جاوبت عليه امتثال، يعني جاوب امتثال كانت حابه توظفي لها يعني كيف والله كيف انا نصيحه تعاود ترجع تشوف اللايف وزيد ترجع تشوف قناتك مريومه، خاطر فيها برشا حاجات على التزكيه برشا معلومات محليهم، وفما زاد مدربين اخرين كيما احمد عماره زاد حكايه برشا على التزكيه. معناها نحاول نلوج نزيد نبحث، قلنا تزكية النفس نحن باش نحاولوا نطهروا النفس من الحجب ومن الران اللي حجبت عنا الحقيقة، حقيقة انه نعرف ذواتنا ونكتشف ذواتنا ونفهم رواحنا ونكتشف اللي احنا راهو متصلين بالله معناها الكل، وبالتالي معناها التزكية هي تولي معناها تولي المركز نتاعك هو الداخل، ما عادش تولي تلوج الاحداث من الخارج، ما كيف تبدا تنظف على روحك وكل شيء يولي ديما كل شيء تستقبله من الداخل، ما عادش تلوج في الخارج، فهمت؟ وفما خاصة مريم عندها دي فيديو محليهم على التزكية، أنا واحدة من الناس فرش فيهم الكل، وكان نلقى وقت آخر باش نزيد نعاودهم على خاطر كل مرة الفيديو حتى لو كان سمعته تقول أنا سمعتها، راهو بعد مدة كل ما يرتقي الإنسان في الوعي يراها بطريقة أخرى أو يجيه إدراك مختلف على اللي قبل، فهمت؟ ميسيش حتى فيديو قديم مثلا ترشيت تقول أنت ميسيش نعاوده، خاطر النجم يكون عندي إدراك جديد في نجم تجيني معلومة نستفيد منها. وهنا نزيد إضافة لكلامك، معناها اسأل الله قل له الله خلي الله هو المرشد نتاعك باش تعملي بناء للعلاقة مع الله من جديد،
خاطر احنا عندنا برمجه على الله. وقت اللي انت تبدا بالفهم هذا او شخص كان معناها رجال الدين الكل يحكوا بالكلام هذا نتاع انه تبني علاقتك مع الله، مع الله معناها تحكي معاه يعني مباشر، يعني تحكي معاه ويجاوبك فيكون الله هو المرشد الخفي نتاعك، هو الخفي الظاهر فيكون هو المرشد. هنا العلاقه معاه راهي تختلف يعني بشكل خرافي، والسعاده نتاعك تولي مضروبه في مضروبه في اعداد لا متناهيه، معناها قوه مش نورمال تكون في العلاقه معاه، وتكون مطمئن وتكون على يقين انه الله راضي عليك وانه الله يحبك حب لا مشروط والى اخره. يعني اسال الله قل له كيفاش تحبني نتزكى ومن اين السبيل من اين ابدا، تو هو يهزك بشويه بشويه، هو يهزك وانت تبعي الخيط، تبعي الخيط وامشي، تبعي الاشارات وامشي. اوكي، فهذا هو معناها ديما خليكم تحركوا بالله، ديما اسالوا الله يوجهكم، يوجهك للمعلم اللي المعلمه نتاعك اللي مجرد ما تسمع وترتاح، يوجهك للكتاب حتى الكتب، الكتاب اللي كتحل وتحس مش نورمال فيه معلومات مساتك ديريكت اي شيء، يعني تقول له لا ما هي المعلومات المناسبه لي، ما هو من هو المعلم المناسب لي، من الذي تريدني ان اتعلم منه، هل تريدني ان اخذ المعلومه من الداخل ام من الخارج ام من الاثنين. فديما اسال وانفتح على كل شيء، الداخل الخارج الكتب المعلمين في العالم العربي المعلمين الغربيين، ما تقفلش روحك. ما عرفش كيفاش يقول لك اطلب العلم حتى ولو في الهند ولا في السند يعني في الصين ولا اطلب يكون المهم ما تاخوش كل شيء مسلمات، اي شخص تسمعه حتى انا خذ مني اللي رايحك واترك الباقي، يعني قاعده هي خذ اللي رايحك واترك الباقي دون هجوم على الشخص، دعكم من الهجوم على الشخص خاطر راهو ذاك يعمل لكم كارما ويزيد تدخلوا في دوامه اخرى يعني. فدعوا الناس لله، يعني عندك معلومه عجبتك خذها، ما عجبتكش انسحب بهدوء. فعلا حبيبتي لهنا جست نحب نختم، معناها التسليم المطلق لله، نسلم امري لله، اللهم اني انتقل من حولي وقوتي الى حولك وقوتك، كل شيء سلمه ربي. اذا كان انا نسلم كل شيء لله وتقولوا يا ربي دلني اللي تراه مناسب ليا، راهو هو باش يوجهك للطريق الصحيح. نخليه اللهم لا خير الا فيما اخترته لي، اللي باش يختاره لي ربي انا ننوي اللي باش يختاره لي ربي راهو هذاك هو انا اللي باش نتبعه. اما ديما نسال ديما نطلب السؤال كلها بالاسئله، تسال الله تجاوبك. هنا فما سؤال اخر، هل تكرار الارقام رساله؟ اذا عندك اجابه انتبه. رسالة أي حسب معناها ما نتبع أنا وكل شيء ونشوف، يقول لك تكرار الأرقام رسالة، فما برشا معلومات في اليوتيوب معناها تلقاها موجودة، فما زادة فما كتاب موجود زاد عليه الأرقام، كل رقم شنو يدل، يقولوا إنه الأرقام هي لغة الملائكة ترشدنا، معناها أحيانا نلقى رقم ديما يتكرر ينجم يكون هو رسالة، خاصة الرقم يتكرر مثلا تلقاه في برشا اماكن، مثلا تلقاه في الشارع في الهاتف في فهمت، يتكرر لك ديما. وفي نشوف الحق انا مانيش مختصه في المجال هذايا والكل، لكن والله نطبع انا الاشارات احيانا فما ارقام تتكرر لي، راهو الارقام زاد علم الارقام، نشوف ونبحث في على اليوتيوب فما برشا مدربين حكاوا عليه. اوكي، هنا اضافه على الارقام بالنسبة لي أنا بحكم أنه قبل ما ندخل الوعي كانت تتكرر لي الأرقام، ووقتها باش نفهم أنا وقتها خفت قلت هاش فهم تتكرر لي الأرقام مش فهمتش وقتها، يعني حتى مجرد ما نفجر السيارة في الشارع الري الرقم نفسه متعاود، يعني تتعدى بعدها الري في نفس يعني بشكل بهول وقتها، فكنت مرات نحس بشوي خوف يعني شنو هذا معناه. فبعد بديت نسأل يعني ما هذا يا الله، شنية الأرقام هذه، بعد تطلع شكون يعني يحكي في الانستغرام ولا منعرفش، قال راهي الارقام فيها اشارات وفيها رسائل والى اخره. فوقتها دخلت على جوجل انا عملت ريسيرش على كتبت في جوجل تكرار الارقام، فظهر لي ربما تو المعلومات ياسر انتشرت قبل في 2012 و2013، كانت الحق حتى اليوتيوب ما كانش فيه بالكيفيه نتاع تو معناه، فما نعرفش نجم يكون حد داخل كتب واضاف اشياء. فهو الخلاصه انه كل رقم الرساله نتاعو مثلا الرقم 8 مثلا، الرقم 8 ما هو هكا يعني التوازن، يعني التوازن ما بين اليانغ واليانغ، ما التوازن ما بين الظلام والنور، فثمانية يعني انك انت كي تظهر لك رقم 8 معناها راك انت بديت تتوازن، اوكي بديت تجمع ما بين الضدين نتاعك. الرقم مثلا 9 الرقم 9 هو رقم الله، النجم نقول عليه رقم الله،
يعني معرفة الله بعمق بحقيقية، يعني اتصال عميق جدا بالله. يعني رقم واحد يرمز لله، رقم صفر يرمز لله، والله هو لا شيء والشيء، يعني الخفي الظاهر كما نقوله، فهو الواحد والصفر والتسعة. رقم ستة، رقم ثلاثة، كلها. رقم خمسة، رقم خمسة هو رقم الحب، يعني شاكرا القلب. نحن عندنا سبع شاكرات، الخامسة هي الخمسة هي يعني أنت كي ترى الخمسة راك دخلت في الحب اللا مشروط، يعني إشارات لأنك مش تدخل في الحب اللا مشروط. فخذيت معلومات هكا خفيفة على هذه الأشياء هذوما، ومن بعد خذيت الخلاصة. الخلاصة شنية اللي أنا باش نعطيها لك توا؟ الأرقام الخلاصة نتاعها، الرسالة الكبيرة نتاعها، أنت على الطريق الصواب، يعني أنت تسير في الطريق الصحيح، ولمعاها نحن معك، يعني المرشدين معك، يعني المرشدين كانوا روحانيين، كان المرشد الروحاني هي المعلمين الروحانيين اللي يحكوا على الروح، اللي يحكوا على الوعي، ودعم الله معك يعني. اوكي، فهو بالعموم اي حد يسالني على الارقام نقول له راهي تقول لك اللي انت في الطريق الصحيح، استمر ونحن معك، يعني الله كأن الله يقول لك نحن معك استمر، وهذا هو الطريق. باش يعني ببساطه اللي يحب يزيد يبحث يبحث. اوكي، وفما مثلا ارقام كما قلت انت، رقم مثلا التسعه يقول لك راهي ديما بدايه جديده، كما الام تقعد مثلا تسعه اشهر باش تجيب الجنين، يقول لك راهو بعد التسعه راهو فما ولاده اخرى جديده. يقول لك زاد رقم خمسه راهو رقم التغيير، نفسي لك تغيير جديد. رقم السبعة زاد عنده اللي هي برشا فرق الصوت تلقى بالحق برشا مع رقم الثمانية كما قلت أنت، التوازن. فما شكون يقول الانفينيتي، معناها يربطها بالمال وبالانفينيتي، حتى بالمال يربطوها بال هناك تجليات مالية ولا ثم تحصن في الجانب المالي، معناها نفركس ونشوفه وشنو نحس أنا الميساج، على خاطر الرسالة كل واحد شنو يحسها. فهمت الرقم ذاك في يبحث ويشوف برشا معلومات، انا اكثر معلومه حاسها تنسجم معاه، راهي ارواحنا تعرف. فهمت؟ صحيح. اوكي، مش نبدا نختم خاطر انا عندي من بعد موعد يعني. اوكي، شكون؟ سبحان الله، ربي سبحانه يبعث برشا اشارات. كوثر تقول مريم محلاها، كوثر خالص محلاها امتثال. عيشك قد حبيبي. سوكا أظن هكا تقول، أنا هذه أيام يتكرر لي رقم 11-11 في الساعة، شو معناته؟ 11-11 هو بالنسبة لي أنا باختصار 11-11 أنك أنت في الطريق الصحيح، يعني استمري على أنت فيه. أوكي، إذا عندك تفسير 11-11 امتثال نعطيه لها بسرعة. الله يحفظنا، نعرف أنه أي أنت في الطريق الصحيح، ربي راهو معاك والملائكة معاك المرشدين والكل، معناها واصل. راهو الأرقام كلهم إشارتهم باهية، راه كل الحين اذا سمعت حد يحكي بالسلبي راهي حاجه جديده، ابعد. الارقام كلها كلها جميله، ما كل شيء باهي، هو اصلا كل شيء باهي في الدنيا، ما فماش حاجه شر والله العظيم. نحن اللي نخلقوا في الباهي وخايب والكل، احنا شو افكارنا تجاه الاشياء؟ الخير كي نقولوا خير يعطينا الوجه الخير من الاخر، معناها فوالا فوالا، هما الضدين موجودين، ما احنا شو فيش نختار، معناها باش نركزوا وما تركز علي يا زيد. اوكي، تحت العلي اي، فننتبه ان شاء الله ربي ينورنا الناس كله. ها انا ديما نرجع نقول، ها انا ماناش وصلنا للطوب، رانا الناس الكل في التطور، رانا نخدموا مزدنا، نخدموا على بعضنا، نخدموا على رواحنا، معناها فقط ما تشوفش انه مثلا المدرب اللي يحكي معاك تو تشوفه واو وصل، مازلنا نشتغلوا على رواحنا معناها. طيب انت الاشتغال على الذات هي رحله، ان شاء الله يا ربي يوفقنا الناس الكل في رحلتنا لتكتشفوا الجنه الداخليه. شكرا. كلمه الجنه الداخليه الواحد سبحان الله كان يلوج على السعاده البرة 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 وافنى سنوات. والله حبيبي اقرب اليه من حبل الوريد معناها. فالحمد لله على كل شيء، وان شاء الله ربي يزيدك نور يا امتثال، ويزيدك وعي، ويزيدك تطور، ويزيدك اتساع، ويزيدك تنتشري اكثر في الرساله نتاعك، وتوصلي الحاجات اللي تحب عليهم، وتكوني معبر ان شاء الله للناس، انك تعطيهم اللي ربي يحب ويوصل من خلالك. اوكي، امين يا الله، امين يا رب. ربي ينور الناس الكل، وخليكم مع الله، اسالوا الله يرشدكم، ما تخافوا من حتى شيء، ما دامك تقول يا الله ما تخاف من حتى شيء، يعني فعلا. الله اكبر. نختم بالنقطة هذه، الله أكبر، الله أكبر، خلي الله أكبر بالحق، معناه مش كلام تقول فيه، فعلوا فعلوا الله أكبر،
فانت مهما كانت المشكله بتاعك انظر لها وقل لها الله اكبر منك، الله اكبر تتحل. فهذا هو الايمان اللي تتعامل معه، تتعامل به مع التحديات، مش تخضع وتستسلم والى اخره. فالله يحب المؤمن القوي. اوكي يلا نختتم، ربي معك، شكرا جزيلا. وربي ان شاء الله كان كتب ان شاء الله ليش لا نتلاقاو في لايفات اخرين ان شاء الله يا رب، انا منفتحه على كل شيء. فان شاء الله نلتقوا في حصص اخرى يا رب، ولا في ساعات سعيده كما نقولوا. اوكي يلا تحياتي للجميع، شكرا لكل الحاضرين، وربي معاكم وربي ينوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باي باي. باي. اوكي.